بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة البحرين الرياضية أينما كنتم، أحييكم بأجمل وأحلى تحية من هنا من استاد البحرين الوطني ولقاء منتخبنا مع المنتخب الأردني الشقيق في مباراة ودية ضمن استعدادات منتخبنا لكأس العرب، كما هو الحال أيضا للمنتخب الأردني. وعلى فكرة في هذه الأيام واجهنا منتخب هايتي، كما هو الحال أيضا للمنتخب الأردني، وبالتالي هذه ثاني ودية في أيام التوقف الدولي للمنتخبات، وبالتالي هذه المباراة هي المباراة الثانية للمدرب هيليوس سوزا اللي يواجه فيها المنتخب الأردني في مباراة ودية، والمنتخب الأردني بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد. بانتظار صافرة البداية وصافرة انطلاقة هذه المواجهة من هذا الحكم الواضح على الصورة، الحكم السعودي خالد الطريس، وحكم مساعد أول فيصل علوي، حكم مساعد ثاني عبد الله يعقوب، والحكم الرابع الدولي البحريني عمار محفوظ. على فكرة هذه المباراة هي المباراة الثانية الدولية الودية مع المنتخب الأردني، واجهناهم قبل ذلك وخسرنا، وتحديدا كان في شهر مارس، وبالتالي هذه المباراة تأتي بعد فوزنا في مباراة دولية ودية أمام المنتخب هايتي بستة أهداف مقابل هدف، ومن جهة الأخرى المنتخب الأردني والخسارة أمام هايتي بهدفين مقابل لا شيء، هي كانت نتيجة المواجهات الودية اللي جمعت المنتخبين، منتخبنا والمنتخب الأردني الشقيق مع منتخب هايتي اللي كان حاضر أيضا هنا في مملكتنا القالية. بانتظار صافرة البداية وصافرة انطلاقة هذه المواجهة من حكم المباراة السعودي خالد الطريس، وبالتالي الصافرة البداية ومع الصافرة وتشكيلة منتخبنا في هذه المواجهة مقايرة تماما عن مواجهة المنتخب الهايتي في هذه المباراة، 11 لاعب والتغيير التام للبرتقالي هيليوس سوزا في هذه المواجهة أمام المنتخب الأردني الشقيق. صافرة البداية وصافرة انطلاقة هذه المباراة، ومع البداية تشكيلة منتخبنا في حراسة المرمى، إبراهيم لطفالله في خط الدفاع من اليمين لليسار، أحمد ميرزا، سيد مهدي باقر، عبد الله هزاع، هزاع علي، هناك في خط الوسط عباس العصفور، جاسم خليف، جاسم الشيخ، والقائد ضياء السيد سعيد، وفي المقدمة مهدي حمدان والسيد هاشم عيسى. هذه اختيارات هيليوس سوزا في هذه المباراة وفي هذه المواجهة أمام المنتخب الأردني. من جهة الأخرى المدرب عدنان حمد في تشكيلة مكونة في حراسة المرمى، عبد الله الفاخوري في خط الدفاع من اليسار، حسان حداد اليمين، محمد الدميري القائد المنتخب الأردني، وفي قلبي الدفاع يزن العرب، لكن اتابع هذه الكرة أولا لمنتخبنا والبحث على العرضية والتغطية وإلى رمية جانبية لصالح المنتخب الأردني. هناك عبد الله نصيب ويزن العرب في قلبي الدفاع، في خط الوسط أحمد ثائر، نور الروابدة اللاعب نادي المحرك هنا في دورينا، محمد راتب، عدي الصيفي، علي علوان، ويزن النعيمات في اختيارات المدرب عدنان حمد في هذه المباراة وفي هذه المواجهة. مع العلم ان منتخب الاردن والخسارة امام هايتي يوم السبت الماضي بهدفين مقابل لا شيء، وبالتالي في هذه المباراة يبحثون عن التعويض في هذه المباراة، وهنا هيليوس سوزا المدرب البرتقالي لمنتخبنا ليدخل في هذه المواجهة بتغييرة مقايرة تماما عن اخر مباراة واجهنا فيها منتخب هايتي وفزنا بستة اهداف مقابل هدف، ويوم سجل علي مدن هدفين، الرميحي هدف، محمد مرهون واحمد بقمار وعلي حرم كان هو صاحب الهدف السادس في تلك المباراة. هل انشاد هدف مبكر في هذه المواجهة وهدف مبكر في هذه المباراة لمنتخبنا والمنتخب الأردني الشقيق؟ كرة توصل هنا ضياء، تهدئة الأمور، العودة إلى أحمد ميرزا اللي بدور للسيد مهدي باقر، العودة إلى هزاع بالقدم اليسرى، ينتظر يبحث عن الزميل باتجاه السيد مهدي باقر اللي بدوره لوين، ينقل كرة للأمام لهشومي، فيها استلام، محاولة تقدم والمرور، فيها تغطية دفاعية، وبعد ذلك الإبعاد والكرة تحولت إلى المنتخب الأردني. كرة عادت من الدميري لكن راحت وتحولت إلى رمية جانبية
رغم محاولة محمد راتب. رمية جانبية، ميرزا على التنفيذ، أحمد ميرزا كرة الأمام، سيد هاشم في محاولة البحث عن هدف مبكر في هذه المباراة، وبعد ذلك الإبعاد عن طريق عدي الصيفي. كرة توصل، هناك هزاع فيها استلام وانتظار، سيد مهدي باقر، السقوط ولكن وابعاد الكرة بعد ذلك. نعم لا نريد السقوط في هذه المباراة، في هذه المباراة نعم هي مباراة ودية، لكن الأهم الوصول إلى التشكيل المناسب والاستعداد التام لكأس العرب القادمة لمنتخبنا وهيليو سوزا، وتجهيز كالعادة 24 لاعب للمشاركة في كأس العرب، وبالتالي هو يستعين بجميع الأسماء اللي استدعاها في هذه الوديتين أمام هايتي وأيضا أمام الأردن في هذه المواجهة. الهم في هذه المباراة الوصول أو وصول فكر المدرب للاعبين، وأيضا الوصول إلى النتيجة الإيجابية من خلال هذه المباراة. كرة توصل، تحولت إلى أحمد ميرزا في الجهة اليمنى. منتخبنا حتى الآن البحث عن السيطرة في وسط الملعب، راحت وتحولت إلى رمية جانبية. هذا هو المدرب العراقي القدير عدنان حمد، المدرب اللي على فكرة أشرف على تدريب منتخبنا في فترة من الفترات، وتحديدا من في 2014، في 2014 كان موجود مع منتخبنا، والآن يواجه منتخبنا في هذه المباراة الدولية الودية. وعلى فكرة آخر مباراة دولية فاز فيها المنتخب الأردني بهدفين مقابل هدف على منتخبنا هنا على استاد البحرين الوطني. هنا ضياء، استلام وانتظار بالقدم اليسرى، العودة إلى إبراهيم لطف الله، يهدي الأمور منتخبنا في محاولة للسيطرة على وسط الملعب والاستحواذ، وبعد ذلك البحث عن الثغرة والمساحة للوصول إلى مرمى المنتخب الأردني. خمس دقائق مرت وحتى الآن التعادل السلبي. هناك في الجهة اليسرى هزاع، يا السلام يا السلام، في كورة كانت رائعة من هزاع تحولت إلى ركلة مرمى لعبد الله الفاخوري. قبل هذه المباراة هناك 21 مواجهة جمعت منتخبنا مع المنتخب الأردني، منتخبنا فازوا في 8 لقاءات والأردن في 9 مواجهات والتعادل في 4 مباريات، كانت نتيجة التعادل حاضرة في لقاء منتخبنا والمنتخب الأردني. هنا المتابعة، المنتخب الأردني فيها محاولة المرور والتقدم، هنا الكرة العرضية، البحث عن الاستلام، فيها استلام، التغطية الدفاعية وين؟ هنا فيها محاولة وبعد ذلك محاولة المرور، لكن العودة السريعة لهزاع في الوقت المناسب. كرة عادت، المنتخب الأردني في وسط الملعب، نور الروابدة قاطية، مهدي حمدان في استلام والانتظار والبحث عن السرعة، هنا محاولة جاسم خليف والتغطية الموجودة من جانب اللاعبي المنتخب الأردني. كرة عادت مرة أخرى أيضا خاطية، هناك صافرة وخطأ لصالح منتخبنا. نعم في 21 مباراة تعادلنا في 4 مرات مع المنتخب الأردني، والقريب في 4 تعادلات جميعها كانت بالتعادل السلبي. نعم 4 تعادلات جمعت منتخبنا والمنتخب الأردني، ولا مباراة تاد بالتعادل الإيجابي، بل جميعها بالتعادلات السلبية. أولها كانت في كأس العرب 88 هناك في الأردن، وآخر تعادل كان هنا على استاد البحرين الوطني في مباراة ودية في 2017. 4 تعادلات سلبية و8 انتصارات لمنتخبنا مقابل 9 انتصارات للمنتخب الأردني. وعلى فكرة أول مباراة جمعت منتخبنا مع المنتخب الأردني كانت في بطولة كأس العرب الثالثة هناك في العراق، ويوم فاز منتخبنا بهدفين مقابل هدف في عام 1966 في البطولة في كأس العرب الثالثة. وآخر مباراة جمعت منتخبنا والمنتخب الأردني تحديدا في 30 مارس من هذا العام،
وخسرنا بهدفين مقابل هدف هنا على استاد البحرين الوطني. ويوم سجل اهداف المنتخب الاردني جهاد بهاء فيصل ويوسف الرواجده. وبالنسبه لمنتخبنا محمد الرميحي من نقطه الجزاء كره توصل هنا هزاع في استلام وانتظار البحث على التمرير باتجاه هزاع علي بالقدم اليسرى والتمرير عادت في وسط الملعب ودائما وابدا البحث عن الاستلام والتمرير باتجاه ميدان وانطلاقات حميدان هنا مهارة حميدان نعم يا السلام على المرور هنا التقدم هنا التمرير اخليف استلام البحث عن الزميل ميرزا فيها استلام ومحاولة المرور البحث عن واحد واثنين يا السلام يا السلام بشكل رائع توصل لضياء ضياء لوين العودة لعبد الله هزاع دور يستلم كورته ينتظر يفضل التمرير لهزاع علي اللي يتقدم ويكسب المساحة تمريرة لجاسم خليف الكرة وين هنا فيها تمريرة عادت والتغطية الأردنية كانت موجودة في الوقت المناسب وهناك أيضا صافرة وخطأ من جانب حكم المباراة لهذا اللاعب نور الروابدة اللاعب اللي يتواجد مع ذيب المحرق في دورينا هو اللي يحصل على الخطأ في الكرة الأخيرة هذا هو نور الروابدة الواضح على الصورة عبد الله الفخوري حارس مرمى الوحدات هناك في الدوري الأردني كورة عادت التغطية الموجودة أحمد ميرزا في الجهة اليمنى ودائما العمل عن طريق الأطراف هزاع علي وهنا لمسة يا سلام يا سلام على اللمسة والتمريرة كورة هنا محاولة المرور مرة أخرى والتغطية الدفاعية الموجودة من جانب لاعبي المنتخب الأردني هنا محمد الدميري فيها لمسة وتمريرة في وسط الملعب البحث عن التمرير خلف الدفاع طالت وتحولت سهلة إلى إبراهيم لطفل التعادل السلبي ما زال مستمر أحمد ميرزا العودة إلى هزاع هزاع الدورة هناك لحميدان فيها تمريرة وفيها محاولة المرور والكرة العرضية راحت وتحولت إلى ركنية لصالح منتخبنا وهي الركنية الأولى في الشوط الأول وفي هذه المباراة ومن خلال الركنية القادمة نبحث عن هدف التقدم وهدف الوصول إلى مرمى عبد الله الفخوري وشباك المنتخب الأردني في هذه المباراة الدولية الودية تقدم سيد مهدي وهزاع الاثنين يتقدمون في محاولة اقتناص الكرة القادمة بكرة رأسية تهز الشباك الأردنية هنا المحاولة والعرضية والإبعاد بعد ذلك من جانب نصيب وعادت مرة أخرى والإبعاد من جانب لاعبي المنتخب الأردني استلام الشيء أو ميرزا هنا التمرير راحت وتحولت إلى رمية جانبية هنا جاسم الشيخ تحرك من جانب لاعبي منتخبنا للوصول إلى الهدف الأول الدور الدفاعي الأردني حتى الآن بامتياز في الناحية الدفاعية وعمل التغطية في الوقت المناسب هناك الصافرة والخطأ لصالح المنتخب الأردني وتحديدا لهذا اللاعب محمد الراتب لاعب على فكرة تواجد في الكرة البحرينية مع الحد ومع الأهلي وقدم مع الحد مستويات كبيرة وحقق البطولات مع نادي الحد كرة توصل هزاع سيد مهدي باغر لعبد الله هزاع مرة أخرى هناك في الجهة اليسرى البحث عن الزميل التمريرة باتجاه عباس العصفور هناك هزاع والتمريرة للأمام ودائما البحث عن الكرات الطويلة جانب لاعبي منتخبنا هنا سيد ضياء والصافرة والخطأ التعادل السلبي ما زال مستمر وما زلنا ننتظر الهدف الأول في هذه المباراة لمنتخبنا في مرمى عبد الله الفاخوري يزن العرب عبد الله نصيب
العودة مرة أخرى خاطية. هنا السرعة، هنا حمدان، هنا التمريرة، وبعد ذلك وين التمريرة واللمسة الأخيرة؟ كانت خاطئة من جاسم خليف. الكرة الأخيرة حمدان تقدم، تفاهم ما كان موجود من جاسم خليف وحمدان في الكرة الأخيرة. كرة عادت مرة أخرى، ودائما البحث عن التحرك في وسط الملعب. هنا الصافرة والخطأ لصالح المنتخب، صالح منتخبنا الوطني، والخطأ على عدي الصيفي قائد المنتخب الأردني في هذه المباراة. وجاسم خليف والتحرك في خط الوسط والبحث عن هدف مبكر في مرمى عبد الله الفاخوري. هنا عبد الله الهزاع، الحديث مع جاسم خليف، والخطأ الآن ضياء أو سيد هاشم يتركها لضياء. وهنا عبد الله الفاخوري والتعليمات والبحث عن الهدف وزيارة شباك عبد الله الفاخوري في الكرة القادمة. جاسم الشيخ هنا لمسة وتمريرة تصل سهلة إلى عبد الله الفاخوري. تقدم سيد مهدي وعبد الله الهزاع، والعرضية والتمريرة للأمام كانت سهلة لعبد الله الفاخوري. كرة توصل يزن العرب، المنتخبين والاستعداد لكأس العرب القادم. منتخبنا ضمن المجموعة الأولى في كأس العرب، تضم قطر العراق وعمان، والمنتخب الأردني في المجموعة الثالثة في كأس العرب، في مجموعة تضم المغرب والسعودية والأردن وفلسطين. هنا كرة توصل، هنا محاولة الانطلاقة، وين التغطية هزاع، هنا كرة جول، جول أول للمنتخب الأردني في كرة أولى وظهور أول للمنتخب الأردني، وتحديدا عن طريق اللاعب علي علوان. التقدم في الجهة اليمنى والعرضية، ومن لمسة في الدقيقة 15 يسجل أول أهداف المنتخب الأردني. شاهدون الكرة العرضية واللمسة والكرة داخل الشباك عن طريق اللاعب علي علوان، والهدف الأول للمنتخب الأردني من أول كرة تواجد فيها بالقرب من منطقة جزاء منتخبنا، ترجمت إلى هدف لصالح المنتخب الأردني. وهنا التحية تأتي من جانب من مدرب المنتخب الأردني العراقي عدنان حمد. هدف، هي كانت التغطية من جانب الدفاع، ليس التغطية بشكل المناسب. قصد التقدم هناك في الجهة اليسرى لدفاعنا، والعرضية بدون أي مضايقة، وبعد ذلك علي علوان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأردني وأول أهداف هذه المباراة. عبد الله الهزاع، سيد مهدي باق، هذا التمريرة خاطئة. يزن نعمات يتقدم، حذر من هذه المحاولات الأردنية والتسديدة، يجب أن يكون أسرع وعدم إعطاء الفرصة للتقدم. نفس طريقة الهدف الأول، تقدم بدون أي ضغط دفاعي، رفع راسه ولعب العرضية وأتى منها الهدف. وبالكرة الأخيرة أيضا خطأ دفاعي في التمرير، وبعد ذلك أعطاء المساحة للتسديد وسدد، لكن وصلت سهلة إلى إبراهيم الطفيل. الحذر من الأخطاء الدفاعية وحذاري من المرتدات الأردنية أيضا. شاهدنا السرعة في أول كرة خطرة على طول في هدف للمنتخب الأردني الشقيق عن طريق علي علوان، بعد متابعة وضع فيها الكرة داخل الشباك. هنا هزاع جاسم الشيخ، عبد الله الهزاع، احمد ميرزا مرة اخرى، ودائما كرات في الخلف من جانب لاعبي منتخبنا للبحث عن المساحة والثغرة في دفاع المنتخب الأردني. هنا حمدان بالمهارة الفردية، هنا التمريرة عادت لحمدان، هنا الخطورة، وبعد ذلك ركلة جزاء، ركلة جزاء او ركنية، ماذا يقول حكم المباراة؟ يقول إلى ركنية، لكن أعتقد فيها ركلة جزاء واضحة. شاهد الكرة الأخيرة، نعم ركلة جزاء كانت واضحة، ولكن حكى المباراة السعودي خالد الطريس يقول إلى ركنية. شاهد الكرة الأخيرة والاشتراك اللي حصل بين إبراهيم الفاخوري وضياء، والكرة تحولت إلى
ركنية وضياء على التنفيذ. سيد ضياء سعيد بالقدم اليسرى، هنا الكرة العرضية مرت من الجميع تحولت إلى جاسم خليف يهدي الأمور. العودة للخلف اتجاه إبراهيم لطف الله، فرصة هدف ضاعت على المنتخب في الكرة الأخيرة. كرة توصل عبد الله الهزاع، هناك هزاع علي في الجهة اليسرى، هزاع هنا التقدم، السرعة اللي يملكها، هل المهارة الفردية هي اللي تصنع الفارق في منتخبنا في هذه المباراة؟ كرة محاولة عادل، انطلاقة من جانب لاعبي المنتخب الأردني وتحديدا حسام حداد في وسط الملعب. نور الروابط نصيب حولها هناك في الجهة اليمنى، هناك لاعب ساقط على أرضية ملعب الجانب منتخبنا، السلامات لمهدي حميدان. سلامات لمهدي حميدان. تقدم المنتخب الأردني بهدف. الحكم الدولي السعودي طبعا هو كان الاقرب، وهنا الهدف الوحيد اللي سجل المنتخب الاردني بعد عرضيه وبدون اي متابعه دفاعيه كان بالشكل السليم، لكن الشكل السليم ياتي للمنتخب الاردني بوضع الكره داخل الشباك بعد عرضيه كانت من جانب محمد الدميري وترجمها علي علوان داخل الشباك. تقدم المنتخب الاردني، طبعا اخر فوز كان لمنتخبنا على المنتخب الاردني في بطوله غرب اسيا الاخيره في العراق 2019 هناك في ملعب فرانس وحريري في الاربيل، ويوم فاز منتخبنا بهدف قابل لا شيء، ويوم سجل اسماعيل عبد اللطيف هدف منتخبنا الوحيد في تلك المباراه ضمن المجموعه الثانيه، وبعد ذلك منتخبنا سار بالطريق الصحيح للتتويج بلقب بطوله غرب اسيا. لو كانت تلك المواجهة هي آخر مواجهة فزنا فيها على المنتخب الأردني طبعا في هذا العام 2021. منتخبنا في 5 مباريات ودية، وهذه المباراة الودية السادسة إذا ما تكلمنا على الوديات لمنتخبنا والمدرب البرتغالي هيليو سوزا، هذه الودية هي الودية السادسة طبعا. واجهنا سوريا في المباراة الودية الأولى في 2021 وفزنا على سوريا 3-1، هنا التمريرة يا سلام يا سلام على التقدم هناك في الجهة اليسرى، هنا الاستلام، البحث عن الزميل جاسم خليف، العودة ودائما البحث عن الكرات العرضية. لم نشاهد التسديد من منتخبنا مع اقترابنا في الدقيقة 21، يعني دائما البحث عن الكرات العرضية أو الكرات خلف المدافعين، التسديد حتى الآن لم نشاهده من جانب لاعبي منتخبنا في ظل التكتل الدفاعي والحضور الدفاعي من جانب لاعبي المنتخب الأردني. كرة القدم إذا الحلول لم تأتي في الكرات العرضية والكرات البينية فالتسديد هو حل مناسب للوصول إلى مرمى المنافس وتحديدا منتخبنا حتى الآن بعد وصوله للدقيقة 21. دائما البحث عن الكرات العرضية والكرات البينية، لم نشاهد التسديد حتى الآن من جانب اللاعبي خط الوسط القادمين من الخلف. كرة توصل هنا الاستلام في وسط الملعب، المنتخب الأردني البحث عن التمرير، عادت مرة أخرى المنتخب الأردني في خط الوسط عن طريق محمد الراتب، محمد الداوود، كرة عادت مرة أخرى، الاستلام عبد الله نصيب إلى يزن العرب، المنتخب الأردني والبحث عن السيطرة الآن على وسط الملعب. خط الوسط الاستلام والبحث عن كرة هناك في الجهة اليسرى لدفاع منتخبنا وتوصل سهلة إلى إبراهيم لطفل.
for me personally. الكرة توصل. It was always a hobby for me. But then I feel like التحرك من السيد مهدي بار. Struck out. مرت الكرة هناك عبد الله الهزاع. هزاع علي في الجهة اليسرى. هزاع العودة لسيد مهدي باقر. دائما الكرات للخلف والبحث عن الثغرة والمساحة لوصول للمرمى المنتخب الأردني. حتى الآن لم يشكل أي خطورة حقيقية على مرمى المنتخب الأردني. نحن نلعب في الدقيقة 23 بدون أي هجمة حقيقية وخطورة حقيقية على مرمى المنتخب الأردني. هنا المنتخب الأردني ودائما خلف الدفاع. هنا المحاولة الحذر من هذه المحاولات دون التسديد. ويا سلام يا سلام على لطف الله أمام عدي الصيفي. حاول في الكرة الأخيرة القائد الأردني لولا لطف إبراهيم لطف الله بالتصدي. شاهد هنا التقدم من أمام ميرزا. هنا المرور هنا التقدم. لكن يا سلام يا سلام على لطف الله وردة الفعل الرائعة وعلى منتخبنا الحذر بشكل كبير في الكرات اللي خلف الدفاع. الهدف الأول أتى بنفس الطريقة لكن على يسار دفاعه والآن على يمين دفاع منتخبنا. والحذر من هذه الكرات والحذار من الكرات السريعة للمنتخب الأردني. والبحث عن الهدف الثاني وللكرة العرضية. المحاولة والرأسية والإبعاد تحولت للاعبي المنتخب الأردني. هنا في الجهة اليسرى نور الروابدة ينتظر يحتفظ بكرة الضغط الموجود. يا سلام من جاسم خليف عادت ونقل الكرة هناك في الجهة اليمنى راحت وطالت على أحمد زعل. حتى الكرة كانت خلف الدفاع وعدي الصيفي والتقدم لولا التألق إبراهيم لطف الله والتصدي في الوقت المناسب وردة الفعل الرائعة لإبراهيم لطف الله لكانت النتيجة هدفين للمنتخب الأردني. وبنفس الطريقة مرة في الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى لدفاع منتخبنا والثانية في الجهة اليمنى في الكرات السريعة اللي دائما تلعب خلف المدافعين خلف الأطراف في ظل تقدم هزاع وأيضا تقدم أحمد ميرزا. سلامات لجاسم خليف لاعب الشاب لاعب نادي الرفاعي الشرقي يشارك في هذه المباراة في اختيارات المدرب هيليو سوزا. واضح على الصورة هيليو سوزا صاحب 52 سنة هذا الرجل اللي توج مع منتخبنا ببطولة كأس غرب آسيا وكأس الخليج بانتظار كأس العرب في نهاية هذا العام مع هذا البرتغالي هيليو سوزا اللي بداياته كانت مع فيتوريا سيتوبال البرتغالي ودرب كوفاليا أيضا في البرتغال درب منتخب شباب البرتغال وأيضا درب منتخب الناشئين البرتغال وهو من 2019 مع منتخبنا. ومن جهة أخرى المدرب العراقي عدنان حام. هنا جاسم خليف يعاني من إصابة. جاسم خليف لاعب شاب في خط الوسط بجانب أيضا عباس العصفور من الأسماء الشابة في منتخبنا وخاصة في هذه المواجهة. هنا السيد مهدي باقر ذكر قبل هذه المباراة هناك 5 وديات لمنتخبنا في 2021 أمام سوريا فزنا 3-1 أمام الأردن خسرنا 1-2 هناك أمام منتخب أوكرانيا في مباراة كبيرة في كييف تعادلنا بهدف لهدف وأمام ماليزيا فزنا بهدفين مقابل لاشي وأمام هايتي بستة أهداف مقابل هدف. وفي هذه المباراة هي المباراة السادسة بالنسبة لمنتخبنا في مواجهة دولية ودية للمرة الثانية في هذا العام أمام المنتخب الأردني. رمية جانبية كرة عادة فيها لمسة والتمريرة والاستلام العودة إلى عبد الله نصيب. عبد الله نصيب الضغط الموجود من السيد هاشم اللي قائم حتى الآن في ظل تراجع لاعبي خط الوسط وعدم صناعة الفرصة لهالشوبي في الأمام. كرة محاولة ميرزا عدي الصيفي
عادت مرة أخرى المنتخب الأردني خطير في الارتداد من الدفاع إلى الهجوم بسرعة عدي صيفي وأيضا أحمد ثائر ونور الروابدة في نقل الكرات السريعة خلف المدافعين. هنا نور الروابدة أو محمد راتب التمريرة القاطعة عادت للسيد هاشم. يلا يا السيد ننتظر أهدافك في هذه المباراة. هنا السيد والتقدم الضغطة الدفاعية الموجودة جاسم شي. العودة إلى هزاع إلى عبد الله الهزاع سيد مهدي باقر بدوره لأحمد ميرزا التحرك من جانب لاعبي منتخبنا والتمريرة مرة أخرى للخلف في ظل تواجد لاعبي المنتخب الأردني والتمركز المنتخب الأردني في الكثافة الدفاعية والحضور الدفاعي على منتخبنا الآن العمل بشكل سريع في نقل الكرات لضرب الدفاع الأردني. كرة توصل هناك الصافرة والخطأ على جاسم الشيخ. حتى الآن لم نشاهد الخطورة على مرمى عبد الله الفاخوري مع كرة ضياء والاشتراك اللي حصل بينه وبين حارس المرمى عبد الله الفاخوري وحكى المباراة كان غريب وطالب الاستمرار بعدم وجود ركلة جزاء. هنا عبد الله نصيب ونصيب المنتخب الأردني حتى الآن بالتقدم بهدف مقابل لا شيء. هنا نقل الكرة بشكل رائع من جهة اليمنى إلى الجهة اليسرى وعدي الصيفي والاستلام الانتظار البحث عن الزميل. هنا فيها تمريرة ومحاولة التقدم والتغطية الدفاعية من جانب لاعبي منتخبنا أمام لاعبي المنتخب الأردني. كرة توصل يزن العرب عدي الصيفي القائد المنتخب الأردني اللي يتحرك بشكل إيجابي حتى الآن. هنا عبد الله نصيب مرة أخرى عبد الله نصيب الرجوع إلى عبد الله الفاخوري يهدي الأمور وبعد ذلك التمريرة خلف الدفاع والاطفال في المكان المناسب إبراهيم اللي تصدى للهدف الثاني للمنتخب الأردني بعد التمريرة باتجاه عدي الصيفي والتصدي بشكل رائع من إبراهيم لطفلة. أحمد ميرزا هنا الاستلام والانتظار البحث عن التمرير هناك في الجهة اليسرى والتمريرة أيضا خاطئة. الحذر من هذه الكرات وسرعة المنتخب الأردني. شاهد هنا التمريرة هنا الصيفي عدي الكرة معاه الحذر من التسديد هنا الضغط على حامل الكرة بشكل سريع العودة من العصفور عادت المنتخب الأردني مرة أخرى. هنا التحرك والتغطية من هزاع وبعد ذلك التمرير وأيضا خاطئة. يا كثر التمريرات الخاطئة من جانب منتخبنا في الشوط الأول حتى الآن. نعم المنتخب الأردني والتقدم المنتخب الأردني والاعتماد نعم على الدفاع والخطورة الموجودة في الكرات المرتدة والسيطرة في وسط الملعب وتحديدا عن طريق نور الروابدة ومحمد راتب الدول. كرة توصل مرة أخرى المنتخب الأردني والتحرك والتمريرات القصيرة هناك في الجهة اليمنى السيطرة في وسط الملعب الآن تحرك من جانب لاعبي المنتخب الأردني. هنا التمريرة اللي دائما يعتمدون عليها المنتخب الأردني وميرزا والعودة بالشكل السريع. هنا ضياء شاهد البطء من جانب منتخبنا في نقل الكرة للأمام ودائما الحلول الهجومية غير موجودة حتى الآن في الشوط الأول مع اقترابنا من ربع الساعة الأخيرة من زمن الشوط الأول بدون أي محاولة حقيقية وحضور هجومي حقيقي على مرمى عبد الله الفاخوري ومرمى المنتخب الأردني بل جميع الكرات للخلف وحتى في الكرات المرتدة لم نشاهد السرعة حتى الآن المطلوبة اللي مفاجأة دفاع المنتخب الأردني. كرة توصل هنا لمسة وتمريرة يزن العرب رأسية راحت سهلة إلى عبد الله الفاخوري والمنتخب الأردني حتى الآن أفضل في الشوط الأول من ناحية النتيجة وأيضا من ناحية الأداء. على منتخبنا الآن العمل بشكل أسرع إذا ما أرادوا الوصول إلى التعادل قبل الذهاب إلى استراحة الشوطين قبل نهاية الشوط الأول. هنا السيد مهدي باقر إبراهيم لطف الله والتمرير إلى أمام ميدان فيها استلام ميدان في محاولة المرور راحت وتحولت إلى رمية جانبية. رمية جانبية لمنتخبنا وتقدم المنتخب الأردني وهناك دقيقة أيضا
فرصة للاعبين لكن قليل من الماء، وأيضا فرصة لكلا المدربين لإعطاء التعليمات والتوجيهات. نعم في أجواء حارة ورطوبة عالية في هذه الأيام، طبعا فوز منتخبنا على هايتي بستة أهداف مقابل هدف، وخسارة الأردن أمام هايتي بهدفين مقابل لا شيء هو ليس بمقياس حتى الآن في المباريات الدولية الودية. دائما الاختيارات تكون حاضرة من جانب جميع المدربين لاستغلال اللاعبين وحاولة إيصال الفكر من المدرب للاعبين. هنا شاهد الكرة اللي لعبت بشكل سريع للمنتخب الأردني، وبعد ذلك العرضية وتأخر أيضا سيد مهدي باقر وهزاع في التغطية وتسجيل الهدف عن طريق علي علوان، هو الهدف الأول والهدف الوحيد حتى الآن للمنتخب الأردني الشقيق بعد عرضية كانت من جانب محمد الدميري. هنا الكرة الوحيدة اللي ممكن نقول عنها خطرة لمنتخبنا، هل فيها ركلة جزاء أو لا؟ نترك الحديث هناك في الاستوديو التحليلي مع الكابتن صديق والكابتن علي عبد الرسول الحديث عن هذه الكرة الأخيرة، هل فيها ركلة جزاء أو لا؟ والاشتراك اللي حصل بن عبد الله الفخوري وضياء السيد سعيد. هنا هيليو سوزا يعطي التعليمات يعطي التوجيهات. نعم الشوط الأول منتخبنا حتى الآن لم يقدم الأداء المميز وما شكل أي خطورة على مرمى المنتخب الأردني. هنا حضور جماهيري، نعم قليل ولكن حضور جماهيري جميل الحقيقة في مباراة دولية ودية. اشتقنا للجماهير، اشتقنا إلى التشجيع لمنتخبنا، وافتقدنا جماهيرنا الحقيقة اللي عادوا مع انطلاقات دورينا أو انطلاقة دورينا، وخاصة في مباراة الرفاع والمحرك في دوري ناصر بن حمد، والحضور الجماهيري الأكبر حتى الآن مع انطلاقة هذا الموسم. هنا هيليو سوزا والتعليمات. هيليو سوزا الرجل اللي الجماهير البحرينية وجماهيرنا تضع كل الثقة في هذا الرجل بإيصال منتخبنا إلى الإنجازات القادمة والبطولات القادمة والوصول إلى أعلى المستويات في المباريات والبطولات القادمة. نعم حقق بطولة قرب آسيا، حقق كأس الخليج اللي انتظرناها لسنوات طويلة وفي الأخير أتت في النسخة الأخيرة، والآن أمامنا مشاركة في كأس العرب. فكل الأمنيات وكل التوفيق لمنتخبنا وأيضا لهيليو سوزا لقيادة منتخبنا في مجموعة صعبة هي المجموعة الأولى التي تضم عمان وقطر والعراق، وأعتقد هي المجموعة الأقوى في بطولة كأس العرب القادمة. كرة توصل هنا ميرزا، ضياء استلام، التقدم، البحث دائما على التمرير والتمريرة الخاطئة في ظل الضغط الموجود من جانب لاعبي المنتخب الأردني على لاعبي منتخبنا، وبالتالي التمريرات الخاطئة تظهر بكثرة من جانب لاعبي منتخبنا. كرة الأمام، عدي الصيفي فيها لمسة وتمريرة والتقدم، وارجع الكرة إلى إبراهيم لطف الله بعد الضغط الموجود من يزن النعيم. إلى رمية جانبية، المنتخب الأردني الأفضل في الدقائق الأخيرة والأفضل من ناحية النتيجة حتى الآن، سيطرة في وسط الملعب ودائما البحث على الكرات السريعة خلف الدفاع، وقدروا يشكلون خطورة على مرمى منتخبنا في هذه الكرة. هنا البحث على المرتدة وسرعة حميدان أيضا خاطئة، أيضا خاطئة لمنتخب. هنا التمريرة خلف هزاع تحولت في الجهة اليمنى، هنا الاستلام، الانتظار، البحث عن الزميل، هنا التمريرة في الوسط، نور الروابدة ينتظر يبحث عن الزميل هناك في الجهة اليمنى المنتخب الأردني، وتهدئة الأمور وعلى منتخبنا الضغط على حامل الكرة. شاهد السهولة في التمرير والسهولة في نقل الكرات من جانب لاعبي المنتخب الأردني، وبعد ذلك العرضية وراحت وتحولت إلى رمية جانبية. كرة توصل المنتخب الأردني في استلام، التقدم هناك في الجهة اليمنى، تمريرة خاطئة، عادة حميدان هزاع المنتخب الأردني والتحرك في الجهة اليمنى، شاهدون المساحة الموجودة وبعد ذلك التمرير والتقدم العصفور في الوقت المناسب أو جاسم الشيء. كرة عدد
فيها استلام، انتظار، فيها لمسه وتمريره، ودائما العمل عن طريق الجهه اليمنى. شاهدنا التحرك والسهوله في المرور والكرات والتمريرات الاردنيه. جاسم خلف الى هزاع، ايضا خاطئه في وسط الملعب، عادت سريعه للمنتخب الاردني. هنا الاستلام، المنتخب الاردني الافضل حتى الان في الشوط الاول ناحيه النتيجه والاداء. عادت الضغط الموجود على نور الروابده، تحولت الى رميه جانبيه للمنتخب. ميرزا العصفور حاول فيها، لكن التغطيه الموجوده من جانب لاعبي المنتخب الاردني وتحديدا علي علوان صاحب الهدف الوحيد حتى الان. عدي الصيفي في استلام، الرجوع لاحمد ثائر، عدي الصيفي مره اخرى فيها لمسه وتمريره لمحمد داوود، نصيب الضغط الموجود من حميدان، يحاول معاه حميدان، والعوده ايضا في الوقت المناسب من جانب حسان حداد. التخبط والافتقاد للكرات السريعه في الامام، وحميدان والسيد هاشم بدون اي مساعده من لاعبي خط الوسط. حميدان والسيد هاشم. المنتخب الاردني فيها لمسه وتمريره، التقدم هناك في الجهه اليمنى للمنتخب الاردني والجهه اليسرى لدفاع منتخبنا، ودائما العمل عن طريق الاطراف للمنتخب الاردني، وبعد ذلك الكرات في خط الوسط. هنا لمسه وتمريره، يزن العرب، استلام من يزن، التقدم في محاوله المرور، عادت المنتخب الاردني مره اخرى، وهناك الكرت الاصفر للسيد مهدي. السيد مهدي باقر يحصل على الكرت الاصفر بعد الدخول امام المدافع يزن العرب. قطع للمنتخب الاردني يلعب في الدقائق الخمس الاخيره من زمن الشوط الاول، وتقدم المنتخب الاردني بهدف مقابل لاش، والهدف لا في الدقيقه الخامسة عشر عن طريق علي علوان. عادت المنتخب الاردني فيها استلام، نور الروابده الكره معاه، فيها لمسه وتمريره، الاستلام الخاطئ مره اخرى للمنتخب الاردني. منتخبنا يواجه صعوبه في اخراج الكره من منطقته في ظل الضغط الموجود بالمنتخب الاردني، وبالتالي دائما الكرات الخاطئه كثيره من لاعبي منتخبنا خاصه من الدفاع ولاعبي خط الوسط. يعني الصعوبه الموجوده في اخراج الكره بشكل سليم، لذلك شاهدنا سيد هاشم ومهدي حميدان غائبين تماما في الشوط الاول بسبب عدم ايصال الكره باتجاه حميدان او الكثافه الهجوميه اللي ممكن تكون حاضره لمنتخبنا على مرمى المنتخب الاردني. هذا هو اللاعب احمد الثائر، والكره تحولت الى خطا او رميه جانبيه لمنتخبنا. هذا هو هزاع، هزاع علي الشومي، سيد مهدي باقر ينتظر العوده الى ابراهيم لطفالله لينقذ منتخبنا من هدف ثاني في التصدي كرة عدي الصيفي. كرة مرة تركض، سيد مهدي ينتظر، أيضا خاطئة، كرة توصل للمنتخب الأردني في استلام من علي علوان، يبحث عن الزميل، يتقدم، يحتفظ بكرته، ما زالت الكرة معاه. العودة إلى نور الروابدة، محمد راتب الداوود، هناك في الجهة اليمنى الدميري، مرة أخرى محمد الداوود، الرجوع لنصيب، نصيب بدوره الى يزن العرب. تهدأت الامور من جانب المنتخب الاردني. عبد الله نصيب في خط الوسط، نور الروابده تحرك بشكل ايجابي في خط الوسط من جانب لاعبي المنتخب الاردني في نقل الكرات. التمريرات القصيره وبعد ذلك البحث عن الثغره والمساحه في دفاع منتخبنا حتى الان ما قدم في الشوط الاول الاداء المنتظر منه في ظل التغييرات اللي اجراها هيليوس سوسا في
تشكيلة مغايرة تماما عن لقاء هايتي. حكم المساعد الأول فيصل علوي. حكم المباراة هو الدولي السعودي خالد الطريس. بداية الكرت في 2010 والدولية في 2016 لحكم المباراة. 34 سنة لحكم هذه المواجهة. هنا يا السلام على المرور، كرة عادت ضياء، جاسم الشيخ، أحمد ميرزا، والكرة العرضية، البحث عن الرأسية، ولكن الرأسية تأتي من جانب لاعبي المنتخب الأردني. هنا هزاع فيها لمسة وتمريرة خاطئة توصل لعلوان مرة أخرى في وسط الملعب. يا السلام العصفور فيها لمسة وتمريرة عادت لخليف فيها محاولة والإبعاد من جانب عبد الله نسمي. عبد الله الهزاع هناك لحميدان. حميدان المهارة ممكن يمر، والكرة العرضية، والكرة مرت بالنصيب وكانت تكون بالنيران الصديقة، بالنيران الصديقة. شاهدونا الكرة الأخيرة وعبد الله نصيب والمحاولة، ولكن مرت إلى ركنية. هذا هو عبد الله نصيب اللي حاول إبعاد الكرة الأخيرة وكاد يضعها في مرماه. هنا الركنية وبالقدم اليسرى والمتخصص ضياء السيد سعيد هو على التمرير، هو على التنفيذ، لعبة قصيرة لجاسم خليف. هنا الكرة العرضية وفي الأخير سهلة إلى عبد الله الفار. حارس مرمى نادي الوحدات. هنا الكرة الأخيرة والأفضلية لعبد الله الفخوري في الكرة العرضية الأخيرة. كرة الأمام سيد مهدي فيها رأسية، كرة عادت توصل هناك في الجهة اليمنى للمنتخب الأردني، والعمل دائما عن طريق الأطراف ودائما في الجهة اليمنى وهي الجهة اليسرى لمنتخبنا. هل تشاهد تغييرات هيليو سوزا في الشوط الثاني لتحسين أداء منتخبنا في هذه المباراة الدولية الودية أمام المنتخب الأردني؟ الشوط الأول أفضلية أردنية واضحة. هنا المحاولة في الاستلام والانتظار فيها لمسة وتمريرة. يا السلام على المرور، هنا التقدم في الكرة العرضية ومرت وطالت على عديس. رمية جانبية نلعب في الثواني الأخيرة للوقت الأصلي من زمن الشوط الأول. 3 دقائق يرفع الحكم الدولي عمار محفوظ. 3 دقائق احتسبت كوقت بدل ضايع من قرار من حكم المباراة خالد الطريس. كرة توصل سيد مهدي، جاسم خليف بلمسة وتمريرة، الإبعاد من عدي الصيفي، راحت وتحولت إلى رمية جانبية. رمية جانبية لمنتخبنا وفي وقت بدل ضائع ومحاولة العودة إلى المباراة بالتعادل قبل صافرة نهاية الشوط الأول. هنا عبد الله الهزاع، إبراهيم لطف الله، ودائما الكرات الخلف من جانب منتخبنا. حتى الآن لم نلقى الحلول الهجومية، الحلول الهجومية قائمة تماما في الشوط الأول، ما شكلنا أي خطورة على مرمى الفخوري، ما حاولنا تهديد شباك منتخب الأردن، بل أفضلية كانت المنتخب الأردني ومنتخبنا في شوط سلبي هجوميا في هذه المباراة. هنا كرة إلى أمام باتجاه حميدان، بالضبط الرد من حميدان لكن طالت وتحولت إلى عبد الله الفخور. كرة توصل محمد راتب، يزل العرب بالجهة اليسرى، حاول التقدم والتغطية الموجودة. كرة توصل هدية الصيفي، لعب في الدقيقة الأخيرة من وقت بدل الضايع. هنا حميدان فيها صافرة وخطأ. مهدي حميدان
تلعب في الثواني الأخيرة، هل نسجل التعادل في الوقت الأخير من زمن الشوط الأول؟ نرجع للتعادل، هنا لمسة وتمريرة، الإبعاد الموجود، الاستلام هناك في الجهة اليسرى، بحث عن الزميل، يا سلام في محاولة تمريرة لكن وصلت سهلة إلى عبد الله الفخر اللي يهدي الأمور، وتقدم المنتخب الأردني في الشوط الأول. مثل ما حصل في آخر مباراة دولية ودية جمعت منتخبنا مع المنتخب الأردني في 30 مارس من هذا العام، في تلك المباراة أيضا أنهى المنتخب الأردني، وهنا الخطأ لولا عودة إبراهيم لطفلة ووقوف إبراهيم لطفلة في الوقت المناسب، وهنا أيضا صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الأردني بهدف مقابل لا شيء، الهدف اللي أتى عن طريق اللاعب علي علوان، وبالتالي الشوط الأول بيتفوق أردني الحقيقة من ناحية الأداء والنتيجة، وبانتظار أداء مقاير من جانب لاعبي منتخبنا مع بداية الشوط الثاني. لكن الآن أعود بالحديث إلى الزملاء، الكابتن صديق زويل والكابتن علي عبد الرسول، والكلمة للزميل عيسى شريدة، لك الكلمة للحديث عن الشوط الأول. كل الشكر لك زميلي علي حسن. إذن شوط أول ينتهي لصالح المنتخب الأردني الشقيق بهدف علي علوان الذي جاء في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول من هذه المباراة. إذن نتحدث مشاهدينا عن شوط أول منتخبنا يتخلى فيه بالنتيجة بهدف جون مقابل. كابتن علي، ممكن احنا تحدثنا تحديدا عن الكرات العرضية، وتكرر سيناريو المباراة السابقة بهدف عكسي، عفوا بكرة عرضية اسكنت في شباك منتخبنا. يمكن لو ترجع بالذاكرة الهدف كوبي للهدف الثاني اللي استقبلناه في المباراة الودية. نعم. تكلمنا عن المشكلة اللي موجودة في قلوب الدفاع، بالتحديد تمركز عبد الله هزاع وسيد مهدي باقر. وفي عندنا مشكلة ثانية، وهي أتوقع السبب في المشكلة الأولى، خط الوسط ما كان اليوم حاضر لا في عملية البناء ولا في عملية التحولات. نعم. اللي كان السبب أتوقع أن إحنا اليوم لعبنا بثلاثة لاعبين ما فيهم ولا واحد، يعني جاسم الشيخ كان المفروض هو يكون موجود بالقرب من خط الدفاع، هو اللاعب اللي يمتلك شخصية البوكس تو بوكس والقدرة. نعم. على نقل الكرة بسلاسة بين الخطوط. اي نعم، يعني واضح خصوصا على مستوى الأظهرة عانينا بشكل كبير. اليوم الأداء فعلا كان يعني دون التطلعات، يمكن صحيح. من قبل المباراة ما حبينا احنا نستبق الأمور ونقول ان شلون الفريق بيلعب، لكن اذا لاحظت انا قلت لك انا يهمني اشوف جاسم الشيخ شلون بيقدر ياخذ دور صانع اللعب، وهو لاعب يعني من افضل اللاعبين الموجودين على مستوى خط الوسط، لكن امكانياته في عمليه صناعه اللعب ليست بجوده كوميل وليست بجوده اللاعبين اللي موجودين، لكن الافضل واللي ممكن كان يتم الزج فيه. وللامانه وللمنطق احنا اليوم اذا نقول ان هذه المباريات لتحسين مركزنا في التصنيف. المفروض ان احنا يعني نكون منطقيين في التشكيل على مستوى التشكيل، وهاي السبب اللي خلاني انا استغرب من تواجد عباس وجاسم الشيخ وجاسم خليف بدون صانع لعب، واللي صحيح. ادى الى عزل مهدي حميدان وهشومي وسيد ضياء، وايضا توهان في التمركز من وجهه نظري اثر على الجانب الدفاعي وخلى دفاعنا نوعا ما مكشوف ويعاني من التحولات السريعه واللعب في ظهر الاظهره اللي هم احمد ميرزا وهزاع علي على مدار الشوط الاول. يعني علامة استفهام كبيرة كابتن صديق، منتخبنا الوطني لم يصل إلى المرمى الأردني طوال 45 دقيقة إلا في محاولة أو محاولتين، تكاد ممكن هذه أخطر المحاولات في الوقت بدل الضايع. والله يعني وشريف فقدنا النظام في اللعب. أنت إذا تفقد النظام ما تقدر تخلق هجمات، ما في نظام، الفريق مو منظم، كرات طولية اللي وصلنا كلها بكرات طولية، ما في تسلسل من الدفاع للهجوم، ما في استحواذ. انت وضعت اللاعبين الشباب في وضع محرج، ما حبيت اتكلم انا قبل المباراة، ما يصير تحط لك ارتكازين اثنينهم يمكن ثالث مباراة دولية لهم يدخلون 20-30 دقيقة ضد منتخب مثل منتخب الأردني، منتخب متمرس. نعم. تحطهم في النص تقول لهم ابنوا لي هجمة، ما استطاعوا ان يبنون اي هجمة. ثاني شيء، انت ملاعب ظاهرين ذو نزعه هجوميه، لاعبين نص كلهم ما عندهم تخريج كره، لاعبين نص كلهم ما يتميزون تخريج الكره. نعم.
يعني لعب بدون صانع العاب، هذه المشكله الاولى. المشكله الثانيه حتى لاعبين الارتكاز نوعيه حرم ونوعيه محمد عبد الوهاب من اللاعبين اللي يقدر يصنع حتى من مراكزهم، وهم لاعبين ثابتين، لكن محمد عبد الوهاب وعلي حرم جيدين في التمرير على الاطراف. يعني انت عندك ظاهرين ممتازين، لكن لاعبين الارتكاز يعني واجبات دفاعيه بحته. صحيح. عباس العصفور وخليفته وهم لاعبين يعني ممكن يصيرون، بس الامان اليوم ما شفناه ان كل كره في نص الملعب كانت حق تفوقوا علينا، لان لاعبين النص مو للحين ما يمتلكون الخبره ولا الكواليتي. يعني كنا نتمنى من سوزا انه يتعلم من الدرس. درس ايران هاي درس احنا علمنا، انت ما تعلمت منه ما يصير تغير تشكيله كامله. يعني الامانه منتخبات عالميه ما اقدر اسويها، مشيت وياك مرحله شهرين ست شهور بس، عاد احنا عندنا منتخب جيد وعندنا لاعبين شباب. يعني ممكن انت تقول علي حرم ما اقدر العبك ثلاث ايام، لكن مرهون ليش ما يلعب؟ محتاجين للثبات اكثر، محتاجين حتى في قلبين الدفاع. نعم، قلبين الدفاع المباراه اللي طافت من اروع ما يمكن بغمار وليد وبناء هجمه من الخلف، في البناء افضل من هزاع ومن سيد مهدي من الخلف. يمكن عبد الله هزاع كمدافع ما يقل عن وليد وبغمار، بس في البناء وليد وبغمار جدا اعلى تخرج الكره. فانت لا عندك قلبين دفاع يقدرون يبنون هجمه، ولا عندك ارتكازات يقدرون يبنون هجمه، فانت شلون بتوصل معهم؟ ثاني شيء، انت الحين احنا نبي نشوف اليوم امكانيات هشومي، هل يقدر يعوض الرميح؟ لان انت ما عندك الا مهاجمين في الكره البحرينيه امام سوزا. اقنعنا الحين سوزا بتشكيلته انه ما في مهاجم ثالث، لان استبعد اسماعيل ما جلب مهاجم ثالث، يعني ما عندنا له المهاجمين. انت اليوم راويتنا ان هشومي مو قادر يؤدي، السبب انك انت ما حطيت له لا صانع العاب ولا حطيت له لاعبين نص يوصلون كره، ولا لاعب مثل مرهون ومدن الأجنحة المهاريين اللي يقدر يلعب بين المدافعين مثل ما شفناه المباراة اللي طافت، كان مدن ومرهون يقدرون يقومون بصانع الألعاب رغم أنهم أجنحة، لكن تميزهم صانع الأهداف. فالمشكلة التشكيلة كلها يعني واجبات دفاعية أو سيستم واحد يلعب على الأطراف يجري، ما عندك اللاعب اللي يكسر داخل يساند الهجمة، فوايد التشكيلة خاطئة. ما حبيت أتكلم قبل المباراة، بعد قلت يعني ما حبينا نظلم سوزا، لكن 45 دقيقة ما قدرنا نخلق جملة واحدة. نعم، والنقطة ممكن اللي لازم نوقف عندها اليوم هو المنتخب الأردني. المنتخب الأردني مغير من جلده اليوم فعلا. منتخب شاب يعني، بهذا المنتخب الشاب وهذا البناء بالنسبة للمنتخب الأردني يحرجك طوال 45 دقيقة هني. يعني إذا بنروح على الأسماء بشريفة، إحسان حداد الظهير اليسار، محمد الدميري الظهير اليمين، عدي الصيفي وأحمد ثائر من التشكيلة الأساسية، هذيل الأربعة فقط اللي هم من اللاعبين القدامى الموجودين مع المنتخب. نعم. الباقي كلهم لاعبين من الحارس إلى خط المقدمة، يعني سبعة لاعبين، هاي كلهم لاعبين فريش بلاد عن طريق الكابتن عدنان حمد. نعم. قاعد يحاول يحضر في 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 فريق للمستقبل. نعم. حتى على مستوى الاحتياط يمكن في أربعة لاعبين آخرين كانوا في فبمجموع ثمانية لاعبين فقط، ففريق شاب ما يمتلك الخبرة الكافية على أرضية الملعب، نطلع أمامه بلاعبين يعني صار لهم سنتين مع بعض وإن اختلفت الأسماء ولكن المنظومة واحدة، نخرج بهذا الشكل المخجل من وجهة نظري. يعني نفس ما أنت قلت، وصولنا للمرمى كان عن طريق لعبة سيد ضياء اللي كانت ممكن تكون ركلة جزاء في وجهة نظري، واللعبة الأخيرة اللي في آخر دقيقة عن طريق مهدي حميدان. 45 دقيقة وصولنا يكون بهالطريقة، والوصول ما يكون عن طريق البناء اللي احنا تعودنا عليه، فأتوقع أن في خلل ما في 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 نظام اللعب. وكان جلي من قبل المباراة وأنا كنت أقول لك شلون بنلعب بثلاثة ارتكاز بحتين، ما في ولا واحد فيهم عند القدرة والاستطاعة أن يخرج الكرة بسلاسة من الدفاع. ونفس ما قال أخوي بجراح، حتى اللاعبين الموجودين في خط الدفاع يعني يقلون جودة عن الشباب أو اللاعبين اللي لعبوا في المباراة الأولى. فأنت كمدرب أنت عارف شخصية لاعبينك ووين مصدر قوتهم وين مصدر الضعف، وبناء عليه أنت تضع التشكيل المناسب. بس إحنا اليوم في 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 التشكيل اللي إحنا نشوفه ما أشوف العملية كانت مدروسة، وكان واضح من قبل المباراة. يمكن أنا وبجراح تحت الهواء كنا نقول ما أتوقع بنقدر نوصل للمرمى، لأن
الثلاثة الأماميين راح يعزلون، وبالفعل كانوا معزولين على مدار 45 دقيقة. نتحدث عن 45 دقيقة قادمة، ماذا يحتاج الجهاز الفني واللاعبين لتصحيح الوضع اللي ظهروا عليه في الشوط الأول بالنسبة للمنتخب؟ يحتاج تغيير مثل ما تكلم الحين الكابتن علي، خط النص محتاجين بين الشوطين. يعني أنا ما يعيب سوزا من يسنتين ما عنده جرأة في التبديل، في مدربين بدل أول 15 دقيقة، سوزا لازم ينطر دقيقة 60. انت تضيع وقت، انت مغلوب، فريق اداء ما في سيستم، انا خطأت، لازم اصلح خطأي. نفس مباراة ايران الشوط الاول طلعنا 0-0، كانت اخطاء كبيرة في خط النص، اخطاء في قلبين دفاع، ما عمل تصحيح خسرنا. انت المدرب لما يطلع بين الشوطين يشوف الخطأ اللي صار في الشوط الاول، انا مو قادر اصنع ولا بقادر حتى ابني هجمة، اعمل تغيير في الارتكاز، على الاقل ادفع بكميل الحين عشان اعمل نظام في الفريق، ادفع بمرهون او مدن في الاجنحه علشان يعملون لي حلول، وحتى ممكن ادفع علي حرم مكان احد الشباب خصوصا خليف. يعني الامانه لاعب جيد بس اليوم مو قادر يبني هجمه، على الاقل اخلي علي حرم، كوميل، مرهون. محتاجين الى الخبره ومحتاجين الى جوده، محتاجين لاعبين نوعيه جوده يقدر يبني، حتى لو يدخل واحد في قلبين دفاع خصوصا بغمار يمكن في الفترة الأخيرة عنده يمكن بعض الأخطاء، لكن لاعب ذو جودة في تخريج الكرة. يعني عنده بناء الهجمة قوي، فلازم المدرب يعمل حل حتى الأظهرة. راشد الحوطي الحين يمر في مرحلة ممتازة، يعني في الموسم الأخير في فورمة ممتازة، ممكن يغير شكل الفريق ترى راشد. يعني في حلول وايد، الدكاتنا أقوى من اللي داخل، فلازم يبتدي بتغيير الحين. إذا التغيير على مستوى اللعب وأيضا من مستوى النتيجة يبدأ من دكة الاحتياط بالنسبة من وجهة نظري، يعني على الأقل يسحب جاسم خليف وينزل حرام ينزل، أو على الأقل لو ما يبي يغير وايد يسحب جاسم خليف ينزل كوميل ويقلب المثلث، يرجع جاسم الشيخ ويعباس العصفور على أساس جاسم ياخذ مهمة البوكس تو بوكس وعملية البناء بداية الهجمة بسلاسة. يحتاج أن ينشط. من الواضح أن كوميل يستعد مثل ما نشاهد، وأيضا علي حرم، هذه التبديلين اللي ممكن منطقي. مشكلتك واضحة جلية في خط الوسط، يعني مشكلتك الدفاعية ومشكلتك في الزيادة الهجومية كلها من خط الوسط، لأن ما في تناغم بين الثلاثة من ناحية الشخصية والأدوار، كلهم كوبي بيست متشابهين، خصائصهم الدفاعية تتغلب على خصائصهم الهجومية، وحتى قدراتهم في عملية التسليم والاستلام الطولي ما تكلم بالعرض أقل من نظرائهم اللي موجودين على الدكة. فشيء طبيعي الخطوة الأولى هي تصحيح خط الوسط، ويمكن بعد أتفق مع أبو جراح، الأظهرة اليوم تتميز بخصائص هجومية لكن ما تترجمت على أرض الملعب، فممكن يعطيهم 5 دقائق 10 دقائق، يمكن مع تغيير لاعبين خط الوسط يتعدل نظام اللعب، ممكن نشوف خرجات أو يبتدي يغير من الدكة راشد مطلوب دخوله في أرضية الملعب. حتى على مستوى الأطراف اليوم أنا يعني للأمانة لاعبين فيهم مواهب، فيهم قدرات رائعة، لكن في هالفترة بتكلمني عن آخر 6-8 شهور محمد مرهون هو الأثبت، هو الأجهز والأكثر إعطاء للحلول على أرضية الملعب. فأنت اليوم على الأقل تستعين بمرهون على أساس تفعل الأدوار الهجومية في حال أن عملية ترميم خط الوسط ما أتت بثمارها في أول الشوط. نعم، إذن من الواضح بأن اللجوء إلى الخبرة بالنسبة لكوميل وعلي حرم لتصحيح الصورة اللي ظهر عليها الأحمر في الشوط الأول. أكيد خطوة موفقة إذا عملها بين الشوطين، لأن راح يعملون سيستم كوميل وحرم، تخرج كرة ممتاز، حتى قياديا علي حرم رغم واحد في البحرين قياديا في نظام اللعب. يعني الأمانة كان في الرفاع وكان في المنتخب لاعب مثل ما نقول ترمومتر الكرة البحرينية حين هو من يقوم بالنظام في الكرة البحرينية. كوميل لاعب منظم في الهجوم، صانع الأرض، هو اللي بيفعل لك ضياء ومهدي وهالشوط وحلول الهجومية، وأنا بعد أتوقع في آخر 15 دقيقة ممكن يدفع بالرميحي، لأن هالشومي بعد يعني مشكلته بعد في نادي الرفاع دائما على دكة الاحتياط، اللاعب رتمه مو رتم سريع، دائما دكة الاحتياط ما تخلي اللاعب في فورمة ممتازة، ممكن بعد يدفع بالرميحي، الرميحي لاعب مشاكس في آخر 15 دقيقة ممكن يعمل لك مشاكل يعني. فنتمنى يعني يتغير شكل المنتخب في الشوط الثاني، خصوصا سوزا يالس يبحث عن تصنيف، يالس يلعب دكة احتياط، يعني ما في قناعة يعني في انك بتلعب بالاحتياط وتبي تحسن تصنيفك،
ما تركب يعني. نتكلم مع التغييرات يبقى الهدف الأساسي هو الوصول إلى شباك المنتخب الأردني. كيف نصل إلى الشباك؟ بالتأكيد. أنت قلت لك مشكلتك هي أن أنت اليوم ما في سلاسة في خروج الكرة من الدفاع، فشيء طبيعي لاعبين خط المقدمة معزولين. ناس ما قالوا أخوي بجراح لما توصل الكرة حق سيد ضياء أو مهدي تكون عن طريق كرات طولية قادمة من الدفاع، أدوار النص ملغية تماما في الجانبين الدفاعي والهجومي، لأن هم مو بعارفين يتحركون في بسلاسة في النظامين، في عملية البناء وفي عملية التحول إلى الحالة الدفاعية. دخول علي حرم راح يسمح بتنظيم الفريق في عملية البناء وتواجده مع جاسم الشيخ ومن أمامهم كوميل، أوتوماتيكلي راح تتفعل أدوار سيد ضياء وهشومي مهدي حميدان، لأن أصبح عندك لاعب في خط الوسط عنده القدرة على التسليم والاستلام في منطقة مليئة باللاعبين، منطقة نفس ما نقول زحمة اللاعبين، ما في واحد من هالثلاثة يقدر يسلم ويستلم وممكن يعطيك كي باس مثلا حق يخلي ضياء ومهدي يركضون في ظهر الدفاع، ما عندك ذي الشيء معدوم. فشيء طبيعي انا اقول مشكلتك في المقام الاول خط الوسط، نبدأ بترميم خط الوسط وممكن ان 5-10 دقائق نقيس بعدها وين مواطن الضعف. مبدئيا في مشكلة في الزيادة العددية من الأظهرة وفي مشكلة في خط المقدمة، يعني هشومي كمهاجم اليوم انت ما تقدر تسلم روحك للدفاع، حتى الكرة اذا ما كانت توصل لك لازم شوية يكون عندك قتال، تجتهد اكثر، حتى لو انت خالفت تعليمات المدرب بالخروج بس انت تحتاج تلمس الكرة، تحتاج تكون في جو المباراة. يمكن نفس ما قال اخوي ابو جراح الرميحي كحل اكثر، لان الرميحي ممكن يلعب لك كمحطة كظهرة للمرمى وممكن يجري في ظهر الدفاع فممكن يخلخل لك الدفاعات بشكل اكبر، لكن ما تقدر تقيس اليوم على اداء هشومي لان خط الوسط كان ملغي تماما، فما نقدر اليوم نحكم لا على ثلاثي خط المقدمة ولا على جودة الأظهرة والرباعي خط الظهر، لان الوسط ما كان متوازن. بعد ترميم خط الوسط ممكن احنا نبدا نشوف وين المكامن الضعف وبناء عليه يبدا سوزا يتحرك. في الجانب الآخر المنتخب الأردني أعتقد كان هو المستحوذ على الكرة وهو من يسير رتم المباراة، أعتقد هذا الشيء اللي ممكن منتخبنا يجب أن يحرم المنتخب الأردني منه في الشوط الثاني. أكيد المنتخب الأردني ظهر بشكل جيد في الشوط الأول في بناء الهجمة، في تغيير في اللعب على الأطراف، كان جدا جيد على في تغيير الكرة، ما حصل منافسة في خط النص، كانت كل الكور في خط النص كان يستلمها، وأجنحته قدموا شوط جدا ممتاز، الصافي ويزن مراوغين وكانوا يتخلصوا بسهولة، خصوصا الجناح الأيمن كان كرات العرضية جدا ممتازة. مشكلة قلبين دفاع لازم تنحل. المباراة اللي طافة سجلوا علينا هدفين من كرات عرضية، ذي المباراة سجلوا علينا هدف من كرة عرضية، يعني استمرت الأخطاء. ونفس المنتخب يعني سجل علينا بنفس الطريقة، يعني لازم يصير في تفاهم بين قلبين الدفاع في الكرات العرضية. نعم، ومن الواضح بأن التغييرات ستكون بين الشوطين مثل ما المشاهد مشاهدينا، وهذه هي التغييرات التي طالب بها محللي قناة البحرين الرياضية يقوم بإجراءها الكابتن هيليو سوزا. الآن ننتقل بالصوت والصورة إلى الزميل علي حسن للتعليق على مجريات الشوط الثاني ونعود بعد نهاية هذه المواجهة. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي مشاهدي قناة البحرين الرياضية وحييكم مرة أخرى وبانتظار انطلاقة الشوط الثاني لهذه المباراة الدولية الودية اللي تجمع منتخبنا مع المنتخب الأردني الشقيق. طبعا تركنا الشوط الأول بتقدم المنتخب الأردني بهدف مقابل لاشل يسجل عن طريق اللاعب علي علوان في الدقيقة 15، وبعد ذلك شاهدنا التفوق للمنتخب الأردني وبدون أي خطورة لمنتخبنا لننتظر منه من خلال التغييرات لإجراءها هيليو سوزا، خاصة في خط الوسط لتنشيط أداء لاعبي خط الوسط وأيضا إعطاء حيوية أكثر في الناحية الهجومية بإشراك علي حرم وأيضا كوميل الأسود في تشكيلة منتخبنا مع بداية الشوط الثاني. هنا حكى المباراة السعودي الدولي خالد الطريس يطلق صافرة بداية الشوط الثاني وبداية 45 دقيقة القادمة، هل فيها عودة لمنتخبنا أو هناك فرص ممكن تأتي للمنتخب الأردني؟ ولكن نتمنى مع التغييرات اللي أجراها، لكن هنا الحذر مع بداية الشوط الثاني، جول للمنتخب الأردني في كورة كانت سريعة وعن طريق البديل بهاء فيصل، ومن اللمسة الأولى
يسجل الهدف الثاني للمنتخب الأردني في كرة كانت خلف الدفاع رغم محاولة إبراهيم لطفالله شاهد هنا الرأسية وبهاء والتسديد وهدف ثاني للمنتخب الأردني يأتي عن طريق البديل بهاء فيصل اللي شارك في اللمسة الأولى وبصناعة من صاحب الهدف الأول علي علوان والبديل بهاء فيصل من اللمسة الأولى يسجل ثاني أهداف المنتخب الأردني. كنت أتكلم عن عودة منتخبنا ولكن الأمور الآن أصبحت أكثر صعوبة بفارق هدفين على عكس الهدف الفارغ الآن أصبح هدفين. نتمنى من منتخبنا أن يتحسن الأداء في الشوط الثاني رغم الهدف الثاني اللي أتى في وقت مبكر مع الدقيقة الأولى عن طريق البديل بهاء فيصل. نتمنى مع التغييرات اللي أجراها هيليو سوزا خاصة في خط الوسط خروج جاسم خليف وعباس العصفور والاستعانة بعلي حرم وكوميل الأسود أن يعطون حيوية أكثر في خط الوسط ونشاط واستلام وتمرير الصريح وبشكل سليم في خط الوسط من منتخب. ننتظر أن يتحسن الأداء، ننتظر الإيجابية على مرمى المنتخب الأردني، ننتظر تغليص الفارق هنا تمريره للأمام والإبعاد من جانب لاعبي المنتخب الأردني وتحديدا إحسان حداد. نشاهد تغيير آخر هدف مع بداية الشوط الثاني في ظل الحديث عن احتمالية عودة منتخبنا إلى التعادل لكن في كورة للأمام البديل بهاء فيصل اللي سجل أيضا في المباراة الودية الأخيرة اللي جمعت منتخبنا والمنتخب الأردن يعود التسجيل في مرمى منتخبنا في هذه المباراة أيضا. هدفين المنتخب الأردني الآن في هذه المباراة الدولية الودية واجه فيها للمرة الثانية المنتخب الأردني واجهناهم في 30 مارس من هذا العام ويوم أيضا تقدم المنتخب الأردني في الشوط الأول بهدف وفي الشوط الثاني مع الدقيقة السابعة سجلوا الهدف الثاني وبعد ذلك سجلنا هدف تغليص الفارق من نقطة الجزاء. في هذه المباراة تحديدا نفس السيناريو يتكرر سجلوا وأنهوا الشوط الأول بالتفوق بهدف والشوط الثاني أتى في الدقيقة الأولى تقريبا السيناريو متشابه كما مثل ما حصل في آخر مباراة ودية جمعتنا مع المنتخب الأردني. هنا الكرة الأخيرة والخطأ لجاسم الشيخ علي حرم في محاولة للسيطرة على وسط الملعب بالاستعانة باللاعب الخبير علي حرم واللاعب صاحب المجهود الكبير في خط الوسط علي حرم والاستعانة بمهارات كوميل وخطورة وروعة كوميل لتنشيط الأداء الهجومي اللي كان قائم تماما في الشوط الأول. هنا ميرزا محاولة المرور التغطية الدفاعية الأردنية حاضرة عادت في وسط الملعب. هنا عدي الصيف فيها صافرة وخطأ على كوميل أحد الأوراق الاستعان فيها هيليو سوزا في محاولة تحسين أداء منتخبنا في الشوط الثاني ومحاولة عودة منتخبنا الآن أولا لتغليص الفارق وبعد ذلك البحث عن التعادل. هدف مع بداية الشوط الثاني هنشاهد تحرك من هيليو سوزا أيضا في الدقائق القادمة بإعطاء التغييرات لتنشيط الأداء الهجومي. هنا كرة ومحاولة هنا التسديدة مرت بالسلام. الحذر من الكرات الأردنية المنتخب الأردني والخطورة الموجودة عن طريق هذا اللاعب علي علوان شاهد هنا خذ القرار وسدد ومرت بجانب القائم الأيسر مرت بسلام على مرمى منتخبنا. سجل هدف وصنع هدف وحاول في الكرة الأخيرة جميعها بأقدام هذا اللاعب علي علوان كرة توصل هنا لمسة وتمريرة سهلة توصل لعبد الله الفخور يهدي الأمور. طبعا المنتخب الأردني الموجود في التصنيف 95 عالميا ومنتخبنا في المركز 94 التصنيف العالمي طبعا أفضل تصنيف لمنتخبنا كان في 2004 سبتمبر والحصول على المركز 44 في ذلك
لمسه والتمريره للمنتخب الاردني. بهاء والتقدم والمرور والكره العرضيه والحذر من هذه المحاولات الاردنيه. نعم نتقدم للامام لكن ما ننسى الدفاع والحضور الدفاعي في ظل سرعه المنتخب الاردني. هنا محاوله ذكرت نتيجه هايتي والاردن هو ليس مقياس حقيقي للمنتخب الاردني. محاول والخطا لهزاع والحديد مع بهاء في الكره الاخيره. صاحب الهدف الثاني والبديل والورقه الوحيده اللي استعان فيها الكابتن عدنان حمد المدرب العراقي للمنتخب الاردني اللي على فكره ياتي لتدريب المنتخب الاردني للمره الثانيه واشرف على تدريبه من 2009 حتى 2013 والان ياتي للمره الثانيه لتدريب المنتخب الاردني الشهير. الكره توصل احمد ميرزا عادت مره اخرى سيد مهدي باقر علي حرم بدوره ينقلها لهزاع علي في الجهه اليسرى بانتظار الزميل مهدي والتحرك يفضل التمرير لجاسم الشيخ. جاسم والمحاوله وبعد ذلك العوده مره اخرى في ظل عدم وجود الفرصه الحقيقيه للتمرير للامام وخلق الفرصه على مرمى الاردن. شاهد الرجوع وحضور الدفاع للمنتخب الاردني يصعب الامور على منتخبنا حتى الان في نقل الكرات للامام وما زلنا نفتقد الى الكره للامام باتجاه مرمى المنتخب الاردني. الصعوبه موجوده في نقل الكرات للامام. انتظرنا ليتحسن الاداء مع بدايه الشوط الثاني والتغييرات اللي اجراها هيليو سوزا بالاستعانه بكوميل وحرم. يصنعون الفارق في الدقائق القادمه. هنا سيد مهدي بار عبد الله الهزاع هزاع علي في الجهه اليسرى. هنا محاولة المرور هنا التقدم العودة للسيد مهدي كرة الأمام في أهداف موجودة وسط الملعب. وها عادت لنور الروابدة توصل هناك في الجهة اليسرى عادت أردنية مرة أخرى في محاولة السيطرة. هنا خاطئة التمريرة جاسم الشيخ والسرعة المطلوبة ولكن أيضا التمريرة خاطئة. حكى المباراة ومبدأ إتاحة الفرصة للمنتخب الأردني. هنا التقدم التمريرة في الجهة اليسرى الحذر من هذه الكرات. وين التغطية وين التغطية تأتي الآن من سيد مهدي باق أحمد ميرزا. حتى الآن بدون أي كرة خطرة على مرمى المنتخب الأردني. انتظرنا ردة الفعل الهجومية ردة الفعل لم تأتي من جانب منتخبنا رغم التغييرات اللي اجراها باشراك حرم وكوميل. هنا التمريرة هنا الاستلام للمنتخب الأردني. هنا الخطورة الأردنية تظهر الآن الحذر من هذه الكرات تسديدة توصل لإبراهيم لطف الله عاني في الناحية الدفاعية وفي الوسط الدفاعي على الكرات اللي تتحول من اليمين لليسار بكل سهولة للمنتخب الأردني بكل سهولة. نقل الكرات من جهة اليمين لليسار أو من اليسار لليمين. نشاهد التحرك والحضور الدفاعي حتى الآن غير موجود في هذه الكرات الأردنية اللي في نقل الكرات وبشكل سهل للمنتخب الأردني. كرة عالية فيها محاولة حرم عبد الله الهزاع لجاسم الشيخ أيضا خاطئة في الشوط الأول. التمريرات الخاطئة كانت كثيرة من المنتخب حتى في الشوط الثاني الآن ما زال التفوق أردني والتمريرات الخاطئة عنوان منتخبنا في هذه المباراة حتى الآن. الحذر من بهاء وحذاري من هذه الكرات الأردنية البحث عن واحد اثنين والتقدم والكرة العرضية والرأسية ياح على روعة لطف الله روعة لطف الله وللمرة الثانية من أمام عدي الصيفي شاهد خطورة الأردن وهنا بدون أي رقابة لولا إبراهيم لطف الله ليظهر في الشوط الثاني أمام عدي مثل ما ظهر في الشوط الأول وتألق واعتقد هدفين أبعدهم إبراهيم لطف الله من أمام عدي الصيفي. المنتخب الأردني بدون أي ضغط يتقدم والتمرير وبدون أي رقابة رأسية. هنا الكرة العرضية ورأسية أيضا الابعاد من ضياء. هنا كوميل البحث عن السرعة ودائما السرعة غير موجودة أو التمرير السليم غير موجود من جانب منتخبنا. هذا هو محمد
ابو حشيش كان حاول في الكره الاخيره. اللعبه السريعه لهزاع عبد الله الهزاع احمد ميرزا سيد مهدي باقر سيد مهدي الى عبد الله الهزاع لهزاع علي الجهه اليسرى والتمريرات دائما للخلف. هنا حميدان الضغط الموجود على حميدان بهاء فيصل فيها كوره اردنيه. شاهد السهوله الموجوده امام المنتخب الاردني في نقل الكرات. هناك خلل في خط الوسط وايضا في تمركز لاعبي منتخبنا من الشوط الاول حتى الشوط الثاني حتى الان. انتظرنا تصحيح الاوضاع من هيليو سوزا وهذه الامور حتى الان لم تاتي حتى مع انطلاقه الشوط الثاني. علي حرم لمسه وتمريره الامام عادت للمنتخب الاردني المنتخب الافضل الحقيقه في هذه المباراه من ناحيه السيطره ومن ناحيه النتيجه ايضا. كره عادت توصل تحولت في الجهه اليمنى التحرك من جانب المنتخب الاردني بهاء ومع دخوله بدا يتحرك بشكل ايجابي بدا يشكل خطوره على مرمى منتخبنا سجل هدف وايضا تحركاته حتى الان تشكل خطورة على منتخب. كرة عادة السيطرة مستمرة للمنتخب الأردني رغم التقدم بهدفين لكن الأفضلية أردنية. انتظرنا ردة الفعل من محمد جاسم مرهون وعلي مدن. التغييرات القادمة لتصحيح الأوضاع من جانب هيليو سوزا. نعم الأخطاء كثيرة في هذه المباراة هنا ضياء والتقدم والقدم اليسرى والكرة العرضية لحميدان والتغطية نعم موجودة من إحسان حداد. كرة عادت علي حرم يمررها لهزاع اللي بدوره ينقل الكرة إلى أمام وفيها التغطية من عبد الله النصيب وخروج عبد الله الفاخوري من أمام جاسم الشيخ. علي مدن ومرهون والاستعداد للدخول هناك ايضا اللاعب اخر يستعد للدخول في تشكيله منتخبنا. ثلاثه لاعبين دفعه واحده لهيليو سوزا لتصحيح الاوضاع. نعم الامور حتى الان لا تسير بالشكل المثالي لمنتخبنا. لا رده فعل هجوميه ولا خطوره على مرمى المنتخب الاردني حتى الان. فبذلك التغيير يجب ان ياتي الان. نعم مباراه وديه الاخطاء ظهرت في الشوط الاول الآن تصحيح الأوضاع في الشوط الثاني. هنا التمريرة هنا الخطورة هنا كوميل وحميدان والتغطية الموجودة. هل يقادر سيد هاشم وحميدان وأعطاء حيوية بأسماء أخرى في الناحية الهجومية. ميدان هناك صافرة وخط الرميحي يعتقد هو أيضا قادر في التشكيلة. وهنا الخطأ اللي إحسان حداد يعني شاهد التغييرات خروج ضياء يا يقادم يا سيد سعيد مر من الكثير في هذه المباراة وخروج أيضا جاسم الشيخ. هناك أيضا تغيير آخر محمد الرميحي شارك ومن اللاعب اللي قادر سيد هاشم. ثلاث تغييرات دفعة واحدة مدن محمد مرهون والرميحي وخروج جاسم الشيخ وضياء وخروج هشومي السيد هاشم عيسى في اختيارات للمدرب هيليو سوزا لتصحيح الاوضاع. نعم ودخل بتشكيله مقايره تماما عن لقاء هايتي اللي فزنا فيها بسته اهداف مقابل هدف ودخل باسماء ب 11 اسم ما شاركوا منذ البدايه في لقاء هايتي. وبالتالي الآن التغييرات اللي أجراها هي محاولة لإرجاع الأمور إلى الطريق الصحيح لمنتخبنا في الدقائق القادمة. الرميحي مدن ومرهون أعتقد هذه الأسماء وكوميل وعلي حرم ممكن يعودون بالمنتخب إلى الطريق الصحيح في هذه المباراة.
نعم الأسماء اللي شاركت الآن هنا محاولة وتسديدة من جانب هزاع ممكن تصنع الفارق، وأيضا الأداء ممكن يتغير بهذه الأسماء اللي شاركت الآن من جانب منتخبنا في الدقائق القادمة. هدفين للمنتخب الأردني في ثاني ودية تجمعنا مع المنتخب الأردني في هذا العام 2021، تواجهنا في شهر 3 شهر مارس. هناك تغيير أيضا بخروج علي علوان اللي سجل هدف وصنع الهدف الثاني، ودخول اللاعب حمزة الدردور. حمزة الدردور هو اللي شارك الآن، تبديل ثاني، والتغييرات المدرب عدنان حمد جميعها في الخط الهجومي. بهاء فيصل أولا وحمزة الدردور الآن في الاختيار الثاني لهذا المدرب العراقي للمنتخب الأردني عدنان حمد. طبعا المنتخب الأردني أفضل تصنيف في تاريخه كان في المركز 37 في أغسطس 2004، منتخبنا المركز 44 في سبتمبر 2004 في نفس العام. هنا محاولة تمريرة تحولت في الجهة اليمنى، استلام المنتخب الأردني، العودة للقلب تجاه حسان حداد، عادة أردنية مرة أخرى، سيطرة للمنتخب الأردني الشقيق، فيها تحرك فيها محاولة وين الضغط على حامل الكرة والعودة مرة أخرى. المنتخب الأردني هنا دائما عن طريق الأطراف والراية، وبالتالي خطأ لصالح منتخبنا والتسلل لصالح منتخب. الشوط الثاني وحتى لا بنفس سيناريو الشوط الأول بدون أي كرات خطرة على مرمى المنتخب الأردني، وهنا عدنان حمد اللي أتى بديلا للبلجيكي فيتال بوركلمنز، وأتى بديلا للبلجيكي فيتال بوركلمنز صاحب 60 سنة المدرب عدنان حمد اللي مثل ما ذكرت تواجد على مع منتخبنا في 2014. ولا المحاولة المنتخب الأردني والتحرك عن طريق البديل حمزة الدردور، وفيها تغطية تحولت إلى رمية جانبية، رمية جانبية. حتى الآن هذه المباراة تسير للمنتخب الأردني وننتظر ردة الفعل من جانب لاعبي منتخبنا، خاصة في الحضور الهجومي والكثافة الهجومية اللي لم نشاهده. يعني تخيل معاي نصل للدقيقة 63 من زمن المباراة يا هيليو سوزا، وحتى الآن ما شكلنا أي فرصة حقيقية على مرمى المنتخب الأردني ما عدا كرة ضياء اللي حاولنا فيها، وبعد ذلك قرار حكم المباراة بالاستمرار. هنا الخطأ في التمرير، لكن الفرصة الحقيقية والتسديد على مرمى عبد الله الفاخوري، الكرة اللي ممكن تزعج عبد الله الفاخوري لم نشاهدها حتى الآن في هذه المباراة. استلام الانتظار من جانب سيد مهدي، البحث عن الزميل والتحرك الآن يأتي من علي مدن. يلا يا مدن، هنا التحرك فيها لمسة لهزاع في الجهة اليسرى، هزاع لوين؟ فيها محاولة وكرة إلى أمام، والتغطية الموجودة من عدي الصيف يحاول في كورتين في الشوط الأول وفي الشوط الثاني، وإبراهيم لطفالله كان بالمرصاد لمحاولات عدي الصيفي اللي كان بإمكانه يزيد عدد أهداف المنتخب الأردني لولا تألق إبراهيم لطفالله لكورتين عدي الصيفي. مباراة في الشوط الثاني بكل هدوء في محاولة للمنتخب الأردني لإنهاء المباراة بهذه الطريقة. هنا بهاء فيصل، بهاء والتحرك، العودة الآن لإحسان حداد، إحسان والتمرير والتحرك من المنتخب الأردني، عادة أردنية مرة أخرى، شاهد السهولة في تمرير الكرات من المنتخب الأردني ونقل الكرات من اليمين لليسار. هنا عدي الصيفي وبعد ذلك التقدم والكرة العرضية والحذر وكل الحذر من المحاولات الأردنية وفيها صافرة وخطأ. هنا هزاع القائد لمنتخبنا خاصة مع خروج ضياء، هنا الكرة الأخيرة والعرضية من محمد أبو حشيش وفيها صافرة وخطأ من حكم المباراة. السلام
انضمامات لاعب المنتخب الاردني ساقط على ارضيه الملعب هو عدي الصيفي قائد المنتخب الاردني. حتى الان المنتخب الاردني افضل، المنتخب الاردني من ناحيه النتيجه والاداء الحقيقه افضل من منتخبنا، واعتقد هذه المباراه بوجهه نظر البسيطه هي الاسوا لمنتخبنا في الفتره الاخيره، خاصة في المباريات الودية أتكلم. قدمنا مباراة كبيرة هناك في كييف في أوكرانيا أمام منتخب أوكرانيا، تعادلنا بهدف لهدف هناك، كانت من المباريات الأكيد الجميلة لمنتخبنا في الفترة الأخيرة بالنسبة للمباريات الدولية الودية، لكن في هذه المباراة الأداء حتى الآن ليس بالشكل المطلوب. كرة توصل فيها محاولة استلام والتحرك، فيها لمسة وتمريرة، عادت الحميدان هنا الابعاد، فيها محاولة، فيها صافرة وخطا لصالح منتخبنا على بهاء المباراة والتدخل في الوقت المناسب، حكم اللي حصل على الدولية في 2016 وبداية التحكيمية في 2010، 34 سنة لحكم المباراة لحتى الآن يدير المباراة بشكل مثالي. تقدم المنتخب الأردني بهدفين، هداف المنتخب الأردني التاريخي هو حسن عبد الفتاح بثلاثين هدف، وأكثر لاعب مثل المنتخب الأردني هو الحارس عامر شفيع ب 176 مباراة، ب 176 مباراة. وبالنسبة لمنتخبنا فأكثر لاعب مثل منتخبنا هو الجناح الطائر سلمان عيسى ب 156 مباراة، والهداف التاريخي هو سمع الأهداف إسماعيل عبد اللطيف ب 47 هدف. اللقاء عن هذه التشكيلة اللي استدعاها هيليو سوزا للقاء هايتي والأردن، في ضمن استعدادات منتخبنا لكأس العرب القادمة مجموعة ذكرت تضم قطر العراق وعمان في أقوى مجموعات كأس العرب، والمنتخب الأردني في المجموعة الثالثة تضم المغرب والسعودية وفلسطين. وبالنسبة للحديث عن كأس العرب ففي كأس العرب حصلنا على المركز الثاني مرتين، في النسخة الرابعة في 85 في السعودية والوصافة، وفي 2002 وأيضا حصولنا على المركز الثاني في كأس العرب. ونتمنى من منتخبنا في النسخة القادمة والبطولة القادمة أن يذهبوا بعيدا، ونتمنى إنجاز آخر لمنتخبنا بهذه الأسماء الرائعة للكرة البحرينية وبقيادة هيليو سوزا اللي حقق بطولة غرب آسيا وكأس الخليج في إنجازين للكرة البحرينية بقيادة هذا البرتغالي هيليو سوزا. هنا هزاع سيد مهدي باقر، فيها لمسة وتمريرة، عادت مرة أخرى، هنا الانطلاقة عن طريق حمزة الدردور، حمزة يحاول العودة السريعة الآن تأتي من أحمد ميرزا، سيد مهدي باقر تقدم لمنتخبنا، يا السلام بشكل رائع، يا السلام فيها واحد اثنين والثالثة وين يا مرهون، ينتظر يبحث عن الزميل يبحث عن المساندة، تأتي من ميرز أحمد، كرة عادت لحرم اللي بدوره ينقلها لعبد الله الهزاع، يلا يا هزاع والتقدم للأمام، هنا محاولة الرميحي والإبعاد برأسية، يلا يا الرميحي ننتظر تحركك يا الرميحي، هنا محاولة والفاخوري والإبعاد ورأسية، ضاعت، راحت من علي مدن، راحت من علي مدن. هنا التغييرات للمنتخب أيضا الأردني، شاهدون الكرة الأخيرة وهنا الإبعاد، وبعد ذلك مدن حاول يخطفها برأسه لكن ما صاد الشباك الأردني. إبراهيم سعادة ودخول أنس حماد بديلا لعدي الصيفي، لا اعتقد يعاني من اصابه وايضا
خروج اللاعب أحمد ثائر. أحمد ثائر وعدي الصيفي ودخول إبراهيم سعادة وأنس حماد في تشكيلة المنتخب الأردني. نلعب في الدقيقة 21 من زمن الشوط الثاني، وتقدم المنتخب الأردني بهدفين مقابل لا شيء. والقريب في لقاءات منتخبنا مع المنتخب الأردني، إن في هذا العام تواجهنا مع المنتخب الأردني مرتين، خسرنا المباراة الأولى وفي هذه المباراة حتى الآن خسرانين بهدفين، وفي المباريات الأخرى الودية يا فوز يا تعادل. فزنا على سوريا، تعادلنا مع أوكرانيا، فزنا على ماليزيا وهايتي، وأمام الأردن خسارة، والآن خسارة أخرى، إلا إذا كان هناك كلام آخر للاعبي منتخبنا في الدقائق القادمة. نعم بإمكاننا أن نعود، لكن علينا تحسين الأداء والحضور الهجومي يكون بشكل أكبر على مرمى عبد الله الفخوري ومنتخب الأردن. هنا المنتخب الأردني الآن، حسان حداد، مدن، ميرزا، هنا التمريرة الرميحي، محمد ميرزا مرة أخرى يحاول، تحولت إلى رمية جانبية، هذا هو أحمد ميرزا، ينتظر منه مساندة أكبر في الجهة اليمنى. لم نشاهد أحمد ميرزا أو هزاع في الناحية الهجومية في الأطراف. هنا عبد الله الهزاع، يفضل التمرير لعلي حرب، لعبد الله الهزاع مرة أخرى، هنا مرهون، حرم مرهون اللي بدأ يتحرك مع دخول مرهون، بدأ منتخبنا يتحرك الآن. هنا التمريرة والإبعاد من نصيب ومحاولة التسديد، خذ القرار وسدد علي مدن، لكن مرت إلى ركلة مرمى. بدأت تظهر محاولات الآن يا هيليوس سوزا بالأوراق اللي استعد فيها الآن في الشوط الثاني. مدن شاهدنا برأسية الآن بتسديدة، ومرهون شاهدنا مع دخولة والتحرك والإزعاج اللي يعمله لدفاع المنتخب الأردني في محاوراته وتقدمه ومهاراته الموجودة مع هذا اللاعب محمد جاسم مرهون. هنا عبد الله الهزاع القائد بعد خروج ضياء، رمية جانبية للمنتخب الأردني، عدنان حمد والتعليمات والتوجيهات، كرة توصل ولا نقل الكرة، استلام حمزة الدردور، الحذر من المحاولات والتسديدات ولطف الله، ويا السلام يا السلام، أو التسديدة الأخيرة عن طريق البديل أنس حماد. كرة عادت علي حرم، فيها محاولة محمد جاسم مرهون، هنا الاستلام والتحرك ونقل الكرة هناك في الجهة اليمنى أحمد ميرزا، ميرزا والتمريرة لكميل، يلا يا كميل، يلا يا مدن، يلا يا أحمدان، ننتظر التحرك، لكن هنا التحرك الأردني الآن خلف الدفاع ودائما عن طريق الأطراف. أنس حماد والتمريرة لبهاء، فيها لمسة وتمريرة، فيها محاولة، فيها تقدم، هنا التسديدة راحت لبهاء وفيها أيضا راية، وبالتالي صافرة من حكم المباراة وخطأ. هنا راشل، نعم الأطراف لم تعمل بشكل إيجابي في هذه المباراة، لم نشاهد الأطراف في المحاولات الهجومية، والآن الخيار يأتي بالاستعانة براشل حوطي لإعطاء أيضا عمل أكبر عن طريق الأطراف وظهيري هزاع وميرز اللي ما شاهدنا تقدمهم في هذه المباراة. هنا هزاع مرهون، حولت إلى رمية جانبية، هناك تغيير، خروج هزاع علي والاستعانة الآن هي راشد، تغيير ربع الساعة الأخيرة، هنا التسديدة الأخيرة، ولولا ردة فعل إبراهيم لطف الله
لطف الله المنتخب الأردني والتقدم بهدفين والمنتخب الأردني أخطر لولا تألق إبراهيم لطف الله في المحاولات الأردنية من أمام عدي الصيفي في كورتين، والآن أمام تسديدة البديل أنس حماد لطف الله والتألق في هذه المباراة. وأعتقد لولا تصديات لطف الله أعتقد النتيجة ممكن كانت أكثر من هدفين للمنتخب الأردني. المنتخب الأردني اللي خسر نعم من هايتي بهدفين مقابل لا شيء، لكن الخسارة هو ليس المقياس الحقيقي للمنتخب الأردني. هذه المواجهة رقم 22 بين منتخبنا والمنتخب الأردني، 9 انتصارات للمنتخب الأردني مقابل 8 انتصارات لمنتخبنا. والآن إذا ما استمر المنتخب الأردني بهذا التفوق إلى 10 انتصار على منتخبنا، ومنتخبنا لو فازوا سجلنا 9 انتصارات على المنتخب الأردني. طبعا تعادلنا 4 مرات في تاريخ مواجهاتنا مع المنتخب الأردني الشقيق جميعها بالتعادل السلبي، 4 تعادلات جميعها بالتعادلات السلبية. وهذه المباراة المنتخب الأردني هدفين عن طريق علي علوان وبهاء فيصل. سيد مهدي باقر عبد الله الهزاع حولها لأحمد ميرزا إلى السيد مهدي باقر، يحاول أيضا خاطئة، الأخطاء كثيرة في التمرير. هنا التحرك الآن أنس حماد أو هو الدردور يتقدم في كرة خطرة لبهاء، يحتفظ بالكرة بهاء داخل أرضية الملعب. بهاء فيصل، بهاء في محاولة المرور والكرة العرضية تحولت إلى ركنية. هذا هو بهاء فيصل اللي من لمسة الأولى سجل هدف ثاني للمنتخب الأردني بعد ما شارك كبديل. هنا كرة تحولت إلى ركنية لصالح المنتخب الأردني، وهذا اللاعب بهاء فيصل صاحب الهدف الثاني. المنتخب الأردني والمحاولات الهجومية المستمرة على مرمى لطف الله المتألق في هذه المباراة والتصديات الرائعة لإبراهيم لطف الله. مباراة كبيرة لإبراهيم لطف الله الحقيقة في هذه المواجهة مع المنتخب الأردني. هنا حمزة الدردور هو على التنفيذ، الكرة العرضية والإبعاد عادت مرة أخرى تصل المنتخب الأردني. هنا تسديدة ولطف الله في المكان المناسب بثبات يستلم الكرة الأخيرة. لطف الله في مباراة كبيرة بالتصديات والتألق في هذه المواجهة. هنا عبد الله الهزاع انتظر، شاهد الحلول غير موجودة في الأمام. هنا مرهون اللي يحاول نعم منذ دخوله، هنا الحوط والكرة العرضية ومدن والمحاولة والتسديد، مرت يا الرميحي، راحت يا الرميحي في كرة بدت من الحوط في أول تقدم كظهير أيسر بعد خروج هزاع، وهنا الكرة الأخيرة والرميحي ومرت بجانب القائم الأيمن. نعم عندما تعمل الأطراف الخطورة تظهر، وشاهدنا الخطورة ظهرت في الكرة الأخيرة ومدن اللي هو عنوان الخطورة مع دخوله، والرميح حاول ومرت بجانب القائم الأيمن في أخطر كرات منتخبنا في الدقيقة 79. نلعب في الدقائق 10 الأخيرة، يلا شباب نقدر نرجع للمباراة. هنا الرميحي والتحرك حاول فيها وعبد الله نصيب تحولت إلى ركلة مرمى. رميح اللي سجل في مرمى المنتخب الأردني في آخر لقاء دولي ودي في 30 مارس 2021 من نقطة الجزاء، حاول في الكرة الأخيرة، حاول زيارة شباك الأردن في هذه المباراة أيضا لكن مرمى. التغييرات اللي أجراها هيليو سوزا بدأت تتحرك الأمور الهجومية والحضور الهجومي للمنتخب. كوميل
وخاصة المدن ومرهون، هنا لمسة وتمريرة والتقدم للمنتخب الأردني وسرعة المنتخب الأردني، الكرة العرضية وإبراهيم لطفر، شاهدنا الحوط والتقدم وصناعة الفارق. نعم لم نشاهد أي انطلاقة عن طريق الأطراف طول المباراة، لم نشاهد ميرزا والتقدمة، لم نشاهد هزاع والتقدمة، لكن عندما ظهر راشد الحوطي شاهد هنا العمل، هنا العمل يأتي في الجهة الهجومية الآن والجهة اليسرى. هل هي تعليمات سوزا كانت منذ البداية؟ والآن سوزا يترك الدفاع والتحفظ الدفاعي بإشراك راشد الحوطي والتقدمة، وهنا مرهون دائما مهارته يزعج أي دفاع، لاعب يقدم نفسه دائما بشكل رائع وبمهارته يصنع الفارغ. الآن خطأ، يلا شباب هدف، رميحي هزاع والسيد مهدي ننتظر كرة رأسية، ننتظر زيارة للشباك الأردنية، ننتظر قصة الهدف الأول في هذه المباراة وحكاية هز الشباك كل العرضية، وهنا الخطورة ما زالت مستمرة، وبعد ذلك الإبعاد، الإبعاد كرة الأخيرة والخطورة على مرمى عبد الله الفاخوري. إبراهيم لطفلة، راشد الحوطي ينتظر، بدو منتخبنا الآن يظهر في الناحية الهجومية بعد التغييرات اللي أجراها هيليوس سوزا. هنا محاولة الرميحي والتغطية الموجودة، شاهدنا تغير أداء منتخبنا تماما مع دخول الأسماء اللي بدأت مباراة هايتي، والأسماء اللي يعتمد عليها هيليوس سوزا هو في بداية المباراة غير 11 لاعب. كرة توصل، هي محاولة، لمسة وتمريرة، عادت البحث عن الانطلاقة، يا السلام يا السلام يا حمدان، يلا يا حمدان، يلا يا حمدان، يلا يا الرميحي، فيها كرة ممكن، اوه ايضا رايح على محمد الرميحي في كرة كان بامكاننا نقلص الفارق على أقل تقدير في الكرة الأخيرة بعد مجهود من حميدان. حميدان اللي خطورته دائما تظهر إذا يأتي من الخلف للأمام بسرعته بمهارته، شاهد هنا التمريرة خلف الدفاع وراية حكم المساعد الثاني عبد الله يعقوب، وبالتالي خطأ للمنتخب الأردني، والمنتخب الأردني والمجهود الكبير الآن من جانب لاعبي المنتخب الأردني ولاعبي منتخب. التغييرات اللي اجراها هيليوس سوزا عطتنا افضليه في الناحيه الهجوميه، وشاهدنا الخطوره بدات تظهر، الرميحي، مدن، كوميل، مرهون، هذه الاسماء هي اللي تصنع الفارق الان في هذه المباراه. هي مباراه لهيليوس سوزا في الشوط الاول لم نظهر فيه بتاتا، في الشوط الثاني مع التغييرات منتخبنا بدا يرجع لاداء، بدنا نشكل خطورة على مرمى المنتخب الأردني، ولكن نفتقد إلى الأهم، هي اللمسة الأخيرة اللي من خلالها ممكن نصنع الهدف الأول وفرحة الهدف الأول، اللي حتى الآن هذه الزيارة غير موجودة للشباك الأردني. هناك أيضا تغيير للمنتخب الأردني، هند السليمان يستعد للدخول بديلا لمحمد راتب دو، قادر الآن، والبديل هو مهند السليمان، واللاعب اللي يشارك الآن في تشكيلة المنتخب الأردني، اللاعب اللي عارف الكرة البحرينية بشكل كبير، تواجد مع الحد في فترة رائعة كانت له مع الحد وتواجد مع الأهلي. مهند سليمان بتغيير المدرب عدنان حمد، 60 سنة هذا المدرب، مدرب الزوراء في العراق، مدرب بني ياس ودبي في الإمارات، ما شاء الله تدريب الوحدات والفيصلي
في الأردن والأنصار هناك في لبنان. على فكرة أشرف على تدريب المنتخب العراقي لخمس مرات، وهذه المرات الثانية اللي عدنان حمد في تدريب المنتخب الأردني بعد الفترة الأولى اللي كانت في 2009 إلى 2013. هناك الكرت الأصفر لعبد الله الفخوري بقرار من حكم المباراة خالد الطريس الحكم السعودي الدولي. لعب في الدقائق الأربعة الأخيرة من الوقت الأصلي زمن الشوط الثاني والمباراة، وتقدم المنتخب الأردني بهدفي عن طريق علي علوان والبديل بهاء فيصل مع بداية الشوط الثاني. هنا عبد الله الفخور كرة الأمام فيها محاولة ورأسية وابعاد توصل لراشد الحوض للاستلام والتقدم، يتحرك والتمريرة لمحمد الرميحي وعبد الله نصيب والتغطية والابعاد علي حرم عادت ابعاد من يزن العرب مرة أخرى في خط الوسط ولا التمريرة نقل الكرة في الجهة اليسرى إبراهيم سعادة. منتخب الأردني هو السعيد حتى الآن بالتقدم بهدفين مقابل لا شيء. عبد الله هزام إبراهيم تفضل في مباراة كبيرة والتألق كبير في هذه المواجهة. راشد الحوطي عبد الله الهزاع ينقلها لكوميل، هناك كوميل والتقدم، كوميل ينتظر كوميل فيها لمسة وتمريرة والتغطية الموجودة من جانب لاعبي المنتخب الأردني راحت وتحولت إلى رمية جانبية. كرة عادة العودة للخلف لإبراهيم لطفل بدورة لعبد الله الهزاع. راشد الحوطي في الجهة اليسرى والتحرك الهجومي في الجهة اليسرى. راشد الحوطي يتقدم مررها لحرم، حرم الدورة لمرهون، مرهون لسيد مهدي باقر هناك ونقل الكرة من اليسار اليمين. كوميل والاستلام، كوميل والقدم اليسرى إلى علي مدن، الدورة إلى كوميل، كوميل والتمريرة إلى أمام الرميحي فيها استلام، الرميحي فيها تمريرة وخطورة وبعد ذلك الإبعاد من جانب لاعبي المنتخب الأردني. حسن الأداء في الشوط الثاني بعد التغييرات اللي أجراها هيليو سوزا. حاولنا شكلنا خطورة على مرمى المنتخب الأردني في الدقائق الأخيرة وافتقدنا إلى اللمسة الأخيرة اللي ممكن نصنع منها فرحة الهدف الأول وتغليس الفار. كرة أمام عادة المنتخب الأردني هناك في الجهة اليسرى فيها محاولة التقدم. يا سلام على الروح الرياضية الجميلة من جانب لاعبي المنتخب الأردني الشقيق، وشاف سقوط أحمد بيرزة رغم أن الكرة ممكن كانت فيها خطورة على منتخبنا، لكن الروح الرياضية دائما هي اللي تفوز في جميع الرياضات وفي كرة القدم. لقاء الأشقاء منتخبنا والمنتخب الأردني يا أحمد ميرزا حكم المباراة هو الميقاتي الوحيد لهذه المباراة. كرة الأمام فيها رأسية تحولت إلى رمية جانبية على رأسية بهاء فيصل. هنا راشد الحوطي هزاع تلعب في الثواني الأخيرة للوقت الأصلي إن شاء الوقت بدل الضايع الخمس دقائق تكون موجودة. فعل حكم الرابع عمار محفوظ حمل مرهونة وسبع دقائق. فعل عمار محفوظ حكمنا الدولي سبع دقائق دسم وقت بدل الضايع سبع دقائق بإمكاننا العودة إلى المباراة بتغليس الفار. علي حرم
ينتظر يمررها لحميدان. هنا لكميل فيها لمسة وتمريرة من كميل. محمد الرميحي مرهون راشد الحوضي في الجهة اليسرى يستلم ينتظر فيها تمريرة والتغطية الموجودة من جانب لاعبي المنتخب الأردني وتحولت إلى رمية جانب. مرهون عادت مرة أخرى يستلم استلام فيها تمريرة يلا يا حرم فيها محاولة وبعد ذلك التغطية الموجودة وركلة جزاء. ركلة جزاء لمنتخبنا الآن. نعم ركلة جزاء والضغط اللي عملوه منتخبنا أتى بثمارة في الأخير. هنا العرقلة نعم الموجودة لعلي حرم وبالتالي ركلة جزاء لمنتخبنا يعلن عنها حكم المباراة خالد الطريس في كورة وفي الوقت بدل الضايع فيها ركلة جزاء. وفي المباراة الدولية الودية اللي أقيمت مع المنتخب الأردني في شهر مارس أيضا سجلنا من نقطة الجزاء في تلك المباراة وكانت عن طريق الرميحي. الآن مرهون الفنان مرهون محمد مرهون وعبد الله الفاخوري يلا يا مرهون نبحث عن تغليص الفار. محمد جاسم مرهون هو على التنفيذ هنا كورة جول جول لمنتخبنا. يا سلام لمنتخبنا الآن في تغليص الفارق عن طريق ركلة الجزاء والتقدم. ياه يا سلام يا سلام من محمد جاسم مرهون وضعها على يمين حارس المرمى والفاخوري هناك في اليسار وبالتالي تغليص الفارق. ويلا يا شباب بإمكاننا العودة إلى التعادل بإمكاننا العودة بإمكان الرجوع إلى المباراة الآن بتألق مرهون وبسرعة الرميحي وخطورة مدن وتمريرات علي حرم. ركلة جزاء 2-1 سيناريو المباراة الأولى يتكرر في هذه المباراة لكن النهاية ما نبيها نفس تلك المباراة بل العودة إلى التعادل في الدقائق الأخيرة. لا تمريرة خاطئة تمويل باتجاه أحمد ميرزا طالب تحولت إلى رمية جانبية. رمية جانبية أخرى 2-1 تقدم المنتخب الأردني عن طريق علي علوان وبهاء فيصل وتغليص الفارق عن طريق محمد جاسم مرهون. كرة عادة سيد مهدي باقر هنا التقدم من هزاع يلا هزاع نعم السرعة مطلوبة وليس التسرع في الدقائق القادمة تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا. نعم تأتي بالتعادل أفضل من الخسارة في هذه المباراة. لطف الله حول للسيد مهدي باقر تحسن الأداء مع التغييرات اللي أجراها هيليو سوزا. هل يأتون بالتعادل الآن؟ الرميحي بشكل راعي لراشد الحوطي راشد لمرهون مرهون يا السلام يا السلام فيها تمريرة عادة أحمد ميرزا هناك في الجهة اليمنى. العودة إلى هزاع المنتخب الأردني الكل راجع ومنتخبنا الآن الكل متقدم في منطقة المنتخب الأردني فيها لمسة ميدان يا السلام فيها محاولة وتمريرة هنا الخطورة هنا الإبعاد. هذا هو منتخب نعم هذا الأداء هو أداء منتخبنا هذا هو الأداء أداء الأحمر البحريني شاهدناه في الدقائق الأخيرة. الرميحي كميل إلى رمية جانبية كميل رمية جانبية للمنتخب الأردني يلعب في آخر دقيقتين من وقت بدل الضايع دقيقتين أمام منتخبنا إذا ما أرادوا العودة إلى المباراة بالتعادل
ودقيقتين بالنسبة للمنتخب الأردني إذا ما أرادوا الحفاظ على هذه النتيجة. والحذر من بهاء، يملك السرعة بهاء، يحتفظ بكورته والتغطية الموجودة من حرب. منتخب الأردني الآن استلام والعودة للخلف. هاند سليمان هناك باتجاه محمد أبو حشيش. محاولة أردنية والتغطية الدفاعية من جانب لاعبي منتخبنا. عادت مرة أخرى أيضا خاطئة وتحولت، وهناك صافرة وتحولت إلى رمية جانبية لصالح منتخب. عبد الله الهزاع، يلا يا عبد الله، كرة الأمام. راشد الحوطي والتحرك والسرعة الآن من راشد الحوطي، يبحث عن الزميل سيد مهني باقر. الرجوع للخلف للطفلة، يبحث عن كرة الأمام، نلعب في الثواني الأخيرة خلاص. كرة الأمام باتجاه الرميحة وحميدان، أو بالقدم اليسرى لكوميل. هناك في الجهة اليمنى، هنا مدن، يلا يا مدن، هنا تمريرة لكوميل وباتجاه مرهون فيها صافرة وخطأ. أعتقد هي الكرة الأخيرة والكل